بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من الساعة 8 لـ 9:30 عشان نتناول أهم الأخبار في الألعاب الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. حلقتنا بتبقى عبارة عن جزئين، دايما بفكر حضراتكم الجزء الأول بيبقى فيها مجموعة من الأخبار اللي تهم جمهور النادي الأهلي وبتهم جمهور الرياضة بشكل عام وتعليقنا عليها وبنناقشها مع حضراتكم وبنحط حضراتكم على آخر الأحداث اللي حصلت على الساحة الرياضيه. ده بيبقى في النص الاول من حلقتنا. النص الثاني بيكون عندنا الفقره الحواريه. الحقيقه من كام يوم نجح فريق 3-3 في كره السله. كره السله يعني عباره عن نشاطين، نشاط 5-5 اللي كلنا نعرفه، وفي نشاط 3-3 بيتلعب على نص ملعب. وكان الاتحاد الدولي هدفه من هذه المنافسات انه يدي مساحه اكبر للي ما بيقدرش يلعب 5-5 يلعب 3-3. 3-3 دي بتتلعب على نص ملعب فقط، وليها بعض القوانين والأحكام المختلفة شوية عن 5-5، ولكن هي نفس الكلام. 3 بونت بتتحسب باتنين، مش نفس الكلام، 3 بونت بتتحسب باتنين، الميديم شوت أو الليب بيتحسب واحد، يعني ليها بعض الاختلافات. والسكور من 21 ليها وقت المباراة، لو أنت جبت السكور أو الوقت أيهما أقرب بتفوز، يعني ليها بعض القوانين. بس هي كرة سلة وبتلعب على برد وكل شيء متشابه في حوالي 70% ما بين 5-5 و3-3. منتخب الشباب بتاعنا بقيادة الكابتن ياسر أبو الفتوح نجم النادي الأهلي منتخب مصر السابق استطاع في أحسن إنجاز تاريخي على مستوى كرة السلة في أي نشاط الاتحاد الدولي أنه يحصل على رابع العالم للشباب، وإن احنا ناخد مركز رابع. ده كان أكبر إنجاز، وصلنا قبل النهائي ولم نوفق وما وفقناش في التالت والرابع، بس ده كان أكبر إنجاز يحققه أي فريق في كرة السلة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الدولي. فالحقيقة كان لازم يكونوا معانا النهاردة هيكون معانا كابتن ياسر أبو الفتوح صاحب هذا الإنجاز الكبير، وهيكون معانا محمود وليد لاعب النادي الأهلي واللاعب بمنتخب 3-3، وأيضا هيكون معانا مؤمن طارق خيري. وخلينا أقول لحضراتكم إن الفريق بيبقى 4، 3 في الملعب وواحد بيبقى على البنش أو احتياطي، يعني الفرقة كلها 4. هيكون معانا النهاردة إن شاء الله محمود وليد ومؤمن طارق خيري نجمة الفريق وأيضا لعيبة النادي الأهلي والمصعدين للفريق الأول. عندنا كلام كتير هنتكلمه عن كرة السلة وعن هذا الإنجاز. يمكن إحنا الحمد لله بفضل الله أول برنامج رياضي يضع طبعا السبوت أو يضع الضوء على هذا الإنجاز الكبير الحقيقة اللي دايما بنشيد بيه، زي ما بننتقد زي ما بنقول فيه إنجاز كويس، ودي حاجة تسعدنا. المرجع بالنسبة لنا هو اسم مصر، اسم مصر فين احنا وراه، اسم مصر فين احنا بنشجعه، اسم مصر فين عايزينه أحسن حاجة. بس الحقيقة قبل ما نروح بقى لأخبارنا، عندي في الانترو قضية عايز أناقشها مع حضراتكم، قضية هتتناقش بتفاصيلها عشان حضراتكم تبقوا عارفين إيه اللي بيحصل في موضوع انتخابات الاتحادات وماذا يعني يحدث على الساحة. بعد ما وقبل الأولمبياد في بعض الاتحادات، أنتوا عارفين طبعًا حضراتكم إن احنا عندنا 29 اتحاد أولمبي. 29 اتحاد في مجموعة قبل الأولمبياد، قبل الأولمبياد أولمبياد طوكيو. هو في العادي الانتخابات بتعمل بعد الأولمبياد، والمشرع كان عامل كده عشان يبقى في نوع من أنواع الشفافية والحساب لأي اتحاد لم يوفق. ومفروض الطبيعي إن في اتحاد ما توفقش إن هو يسيب الساحة لغيره، عشان طبعًا زي ما حضراتكم عارفين إن ده منصب تطوعي ويدي الفرصة لغيره، ولكن هو ده كان الهدف من المشرع الأساسي إنه قال كده. ولكن في 6 اتحادات فتحوا، في 11 اتحاد فتحوا الانتخابات قبل الأولمبياد، في 6 منهم فازوا بالتزكية. 6 فازوا بالتزكية، وده لم يلقى استحسان كبير قوي عند المسؤولين في الرياضة. لما رجع طبعًا البعثة الأولمبية من طوكيو، اللجنة الأولمبية طلعت 3 خطابات، منهم خطاب لإلغاء كل الإجراءات دي، وإعادة تاني فتح باب الترشيح، وعمل جواب استرشادي. حط تحت استرشادي ده 100 خط، جواب استرشادي إن هو زي خريطة الطريق للاتحادات إزاي تبتدي تفتح تاني باب الاتحادات أو باب الانتخابات. ولغت اللجنة الأولمبية خدت الخطوة دي عشان تفتح الباب لترشح عدد كبير ويبقى فيه. طيب المادة رقم 7، ولكن جواب اللجنة الأولمبية أهمل أو مش أهمل، يعني بلاش أهمل، بس إيه، لم يذكر المادة رقم 7 في اللائحة المالية. اللائحة المالية دي خلينا أكلمكم اللي هي قدام حضراتكم، اللائحة المالية اللي نشرت في الوقائع الجريدة الرسمية، ودي اختصاصات وزير الشباب والرياضة انه يعدل فيها وينشر على طول بدون اي شيء، لان دي اللائحه الماليه قانون الرياضه اداله الحقيه الكامله ان يحط فيها اللي هو عايزه. الماده رقم 7 اللي هي اساس الخلاف ولم يشير اليها خطاب اللجنه الاولمبيه، الماده بتقول ايه؟ تلتزم اداره الهيئه باختيار الجهه الاداريه المختصه بجدول اعمال الجمعيات العموميه العاديه وغير العاديه ومرفقاته قبل توجيه الدعوه لانعقادها بمده زمنيه لا تقل عن شهر. يعني انت عندك جمعيه عموميه جايه لازم تبعت للجهه الاداريه. الجهه الاداريه اللي هي مين؟
الجهه الاداريه اللي هي الوزاره للاتحادات ومديريات الشباب والرياضه للانديه، تبعت لهم تقول لهم يا جماعه انا هعمل جمعيه عموميه كمان شهر وده جدول اعمالها ومرفقاتها. فالجهه الاداريه المفروض تعمل ايه؟ بتبعت طبعا مده لا تقل عن شهر لدراسه النواحي بقى ايه الاداريه والماليه، وحط تحت الاداريه والماليه 100 خط، وبيان مدى اتفاقها مع احكام القانون وهذه اللائحه والقرارات التي تصدر عن الجهه الاداريه المركزيه اللي هي وزاره الشباب والرياضه. ويعد عدم تعقيب الجهه الاداريه المختصه على ما ورد بجدول الاعمال خلال 15 يوم من تاريخ استلامها موافقه على ما ورد، يعني الوزاره ما ردتش خلال 15 يوم يبقى هي موافقه. وتلتزم الهيئه بتعديل بنود جدول الاعمال، يعني لو الوزاره ليها تعديل عليها لازم تلتزم الاتحادات بهذا التعديل، وللوزير المختص اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه مجلس اداره الهيئه في حاله عدم تنفيذ ملاحظات الجهه الاداريه في هذا الشان وفقا لاحكام هذه اللائحه. الماده رقم 7 دي كان فيها خلاف كبير جدا بين اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه، وحتى يعني بدليل ان وزاره الشباب والرياضه لم اللجنه الاولمبيه لم تشر في خطابها الى الماده رقم 7. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان الاتحادات التزمت بالخطاب الاسترشادي، بعض الاتحادات وحط قوسين يعني وحط جواهم بعض الاتحادات لم تلتزم بالماده رقم 7 لتاني مره، وقالت يا جماعه انا هفتح باب الترشح وهمشي على الخطاب الاسترشادي بتاع اللجنه الاولمبيه. وبالفعل فتحوا باب الترشح اغلب اتحادات، حوالي 6 اتحادات على ما اتذكر، سباحه والسله منهم، وفتحوا باب الترشح وما التزموش بالماده رقم 7 ان هم يختاروا الجهه الاداريه المركزيه بجدول اعمال الجمعيه العموميه، وفتحوا باب الترشح للمره الثانيه يوم 28/8 ولم يلتزموا بالماده رقم 7. انا هوري حضراتكم الخطاب الاول اللي صدر بعد 28/8 للاتحادات من وزاره الشباب والرياضه. ده خطاب اصدرته وزاره الشباب والرياضه وقالت ان انتوا لازم تلتزموا بالماده رقم 7. ده كان بعد ما الاتحادات فتحت باب الترشح يوم 28/8. ملخص هذا الجواب، ده الجواب الاول. الجواب الاول قالت ايه؟ قالت في ضوء التنسيق المتبادل بين وزاره الشباب والرياضه، طبعا هو موجه رؤساء الاتحادات الرياضيه الاولمبيه والغير اولمبيه كله. قالت يا جماعه احنا مضمون الجواب عشان ما اطولش على حضراتكم، يا جماعه بعد اذنكم يا اتحادات ما التزموا بالماده رقم 7، والماده رقم 7 بتقول كذا، وقالت في الاخر يرجى الالتزام باحكام الماده رقم 7 من اللائحه سالفه الذكر وموافاه الجهه الاداريه المختصه بجدول الاعمال الماليه والاداريه، والتاكد من التزام اتحادكم الموقر باحكام اللوائح والقوانين، علما بانه حال عدم التزام اتحادكم الموقر بما ورد البند رقم 7، كل الخطاب يشير للماده رقم 7 بذات الشان، سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه واجبه الاتباع في هذا الشان. طبعا الجواب ده طلع يوم 28/8، ولكن للاسف بعض الاتحادات لم تلتزم به واستمرت فتح الباب وما بعتتش للوزاره قالت لها احنا خلاص الغينا الاجراءات دي وهنلتزم بالماده رقم 7، مما اضطر الوزاره تطلع النهارده خطاب جديد بتاريخ 5/9. خطاب جديد، معلش يا جماعه انا هتقول ايوه هو ده الخطاب، الله ينور عليكم. الخطاب 5/9 كتبت ايه بقى؟ نفس المضمون بتاع الخطاب الاولاني، بتاكد يا جماعه التزموا بالماده رقم 7. لذا خلي بالكم بقى الجديد هنا في الخطاب ايه؟ لذا يرجى التكرم بموافاتنا بقرار مجلس الاداره المتضمن الغاء الاجراءات السابقه والتي تخالف نص الماده رقم 7 من اللائحه 159 لسنه 2021، وكذا قراركم بالبدء في الاجراءات الجمعيه العموميه وفقا لنص الماده رقم 7 باللائحه الماليه 159 في موعد اقصاه قد ايه يا فندم؟ 72 ساعه من تاريخه. يعني الوزاره طلبت من الاتحادات خلال 72 ساعه موافاتها بقرار مجلس اداره لالغاء الاجراءات الثانيه لتاني مره، الاجراءات اللي اتخذت غلط تاني مره عشان تلتزموا بالماده رقم 7. ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل؟ طبعا في اجراءات اصلاحيه من وزاره الشباب والرياضه نقدرها ونجلها جدا جدا جدا، وده الوضع الطبيعي ان الاداره ان الوزاره هي المسؤوله عن تطبيق القانون المصري داخل الاراضي المصريه كرياضه. طبعا اللوائح والقوانين هي المنوطه بالتاكد من تطبيق القوانين واللوائح وموائمتها للقوانين واللوائح. ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف. خاصه الاتحادات انقسمت على نفسها، في اتحادات التزمت وبدات تبعت وبدات تقول والله احنا عندنا كذا وخدوا يا جماعه الوضع المالي بتاعنا والوضع الاداري اهو، شوفوا راجعوا قولوا لنا، وفي اتحادات للاسف لم تلتزم، والاتحادات اللي ما التزمتش بتاني مره ما تلتزمش. خلينا نشوف اللي هيحصل. دي قضيه، ودي قضيه زي ما بيقولوا يعني على الساحه واخده كلام كتير، وشفنا كتاب كبار ونقاد رياضيين كبار اتكلموا في هذا الشان، فكان لازم نطرحها لحضراتكم عشان تبقوا عارفين الدنيا ايه. ومع اول جديد هنقول لكم ايه الجديد في هذا الشان. طيب هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. حضراتكم عارفين طبعا النادي الاهلي
فاز ببطوله ابطال الكؤوس لكره اليد في المغرب، والحمد لله ده اللقب الرابع لينا. الفرقه رجعت وبدات النهارده اول تدريب بقياده الكابتن طارق محروس، ودي حضرتك طبعا صور من المغرب من مدينه مكناس في ارض الملعب بعد الفوز ببطوله كاس الكؤوس. وطبعا احنا فوزنا في النهائي طبعا على وداد سمارة المحترم 29 24، والاهلي طبعا رجع ما عندوش وقت يفرح. النادي الاهلي عنده مباراه قويه جدا يوم الجمعه، السوبر الافريقي في القاهره يوم 10 سبتمبر الجاري، والبطوله دي مهمه جدا. ليه؟ اولا لقب في حد ذاته، ثانيا بتاهلك تلعب بطوله العالم اللي هتتعمل في المملكه العربيه السعوديه. وطبعا الفريق دعم بصفقات بلاعبين كويسين جدا، ولكن احنا تعودنا احنا عارفينهم، ولكن تعودنا كقناه النادي الاهلي لا نعلن الا بعد ما النادي الاهلي يعلن، وده السيستم والنظام اللي ماشي عليه النادي الاهلي واللي بنحترمه. وزي ما قلنا احنا طبعا جزء لا يتجزا من النادي الاهلي، فطبعا في صفقات جايه النادي الاهلي دعم بيها، الفرقه بتتمرن. في عندنا اصابه، عندنا محسن رمضان مصاب، عنده اصابه في الكوع للاسف، كسر مضاعف في الكوع، اصابه جامده شويه، هيغيب يمكن شهرين ثلاثه، ولكن كلنا ثقه في اللاعبين وكلنا ثقه في الجهاز الفني ان شاء الله ان احنا نستطيع بالموجود نقدر نجتاز هذه طبعا النقص في الصفوف. وخليني اقول لكم حاجه مهمه كمان، انه الفرقه يعني بكل امانه احنا حاولنا طبعا نكون معاهم ونجيبهم وبتاع، ولكن الفرقه رفضت اي نوع من انواع طبعا التواجد الاعلامي وزور الاعلام اللي عندهم ميشن، وده النادي الاهلي. والنهارده حصل بقى حاجه كويسه جدا، كابتن الخطيب النهارده كرم فريق كره اليد بعد التتويج بكاس الكؤوس الافريقيه. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص على تكريم دي لقطات طبعا من الحفل اللي كان النهارده، كان حريص على تكريم فريق اليد بعد تتويجه ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه واللي لسه خلصانه من يومين او ثلاثه، وده يدل ان الكابتن متابع وبيقدر اي مجهود بيتبذل داخل جدران النادي الاهلي. ده طبعا معالي الوزير طبعا عامر فاروق كان رئيس البعثه هناك. الاحتفاليه دي حضرها اعضاء الجهاز الفني واللعيبه كلهم، وكابتن محمود الخطيب اشاد بيهم وبروحهم وقتالهم جوه الملعب عشان يحققوا بطوله مهمه جدا للجماهير والاهلاويه مع بدايه الموسم، وكمان قال لهم ان الجماهير مستنيه منهم الكتير في الفتره اللي جايه باذن الله. وكالعاده بالنسبه لكل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، الكابتن قال لهم فرحنا يوم او اتنين بالكتير عشان نقفل الصفحه دي ونركز في البطوله اللي جايه، لان جمهور ومحب النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. خلينا نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب في الحفل وارجع لحضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. طبعا في البدايه الف مبروك، الحمد لله ربنا كرمنا. البطوله كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها فتره طويله. مكسب البطولات ده يا رجاله بيبقى مسؤوليه اكبر، لان انتوا كده بتقولوا للناس احنا نقدر، وانتوا فعلا تقدروا. انتوا تقدروا تضيفوا بطولات تانيه، وتقدروا تضيفوا كؤوس تانيه، وتقدروا تخلي رقبتكم فيها ميداليات كتير. انتوا تقدروا تعملوا كده لناديكم وباسم ناديكم وتاريخه وبامكانياتكم انتوا كمجموعه، لان امكانياتكم كبيره جدا واحنا مؤمنين بيها جدا. وهنا هتذكر معاكم يوم ما خسرنا بطوله الدوري على جول واحنا في الملعب، وانتوا تقدروا تكسبوا الكاس بعديها بثلاث ايام او اربع ايام، وانتوا عملتوا كده. وقلت لكم مستقبل ليكم، وانتوا فعلا المستقبل ليكم ان شاء الله يعني. بس انتوا بقى ابتديتوها بدري ببطوله قاريه كبيره، علشان كده المسؤوليه بقت زياده عليكم، انتوا فعلا تقدروا تحققوا لناديكم ولنفسيكم تقدروا تحققوا حاجات كتير جدا. احنا كل اللي نقدر نعمله بس ان احنا بنحاول نوفر لكم الامكانيات كلها اللي تقدر تخلي تساعدكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب، وانتم المواهب اللعبه دي، وعندكم قدرات انك تقدروا فعلا تخلوا الفتره اللي جايه دي ازاي يكون البطوله جوه النادي الاهلي او البطولات جوه النادي الاهلي. فمحتاجة شيء من يعني القوه تزيد والروح تزيد والالتزام يزيد والتركيز يزيد عشان كمان البطولات باذن الله تزيد. لو احنا كمجلس اداره كل زمايلنا في مجلس اداره عندنا ايمان كامل بالمجموعه دي، علشان كده احنا كلنا النهارده قلنا نشوفكم نحتفل بيكم ونقول لكم الكلام ده. المسؤوليه بقت اكبر وانتوا اهل المسؤوليه دي،
وتقدروا تعملوا الكلام ده. كمان المجلس دلوقتي كنا لسه بندرس مع بعض في المجلس ان كان في مش عارف نسب ومش عارف توزيع نسب من العقود وكده. فاحنا دلوقتي اوريدي بقى في حاجه اعتقد مناسبه جدا بالنسبه للسنه اللي فاتت او يعني السنتين اللي ورا بعض دلوقتي. هتكون النسب دي ان شاء الله تبقى افضل بكتير وتبقى لان انتوا تستحقوا ده. انتوا تستحقوا ان احنا يكون المجلس ده النهارده يكون كل المجلس بيتكلم ازاي نقدر نكافئ الاولاد وازاي نقدر نكافئ اللي عدتنا. والمكافاه دي مش علشان ده المجلس بيمين ده ده حقكم. حقكم طول ما احنا ماشيين في سعاد جماهيرنا وماشيين في تركيزنا والتزامنا لاضافه تاريخ لناديكم وتاريخ ليكم. النهارده في عندكم مثلا المدير الفني بتاعكم مثلا الكابتن طارق كان لعيب زيكم. لكن لما بيقعد يتكلم كان نفسه لاعب كلاعب حقق كذا وحقق كذا وحقق كذا وحقق كذا. كمسؤول بقى حقق ده موضوع ولا مدير فني ولا وهكذا كل الزملاء الاداريين الموجودين يعني. فيا جماعه تاني الف مبروك. وهيكون في تواصل ما بين الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي مع الكابتن رؤوف عبد القادر والكابتن ياسر الكابتن ياسر الرملي عشان يحطوا يعيدوا تاني يعني الاضافه او ما تم خصمه ده يتعاد تاني طالما انتوا على قدر هذه المسؤوليه وبهذه المسؤوليه انتوا اسعدتوا بيها الناس. من كلمه اسعاد الناس دي الناس منتظره انها تساعدوهم اكتر. وعندكم ما هو قادم امر مهم وبطولات مهمه لازم تاخدوها بمنتهى الجديه. منتهى الجديه، منتهى التركيز، منتهى الالتزام. ده مهم جدا يا رجاله. مهم جدا. لان انا النهارده جمهورك بيبقى شايف عطائك وروحك في الملعب عامله ازاي. مش جمهورك بس، جمهورك ومسؤوليك كمان. وانت نفسك كلاعب، احنا كلنا كنا لعيبه زيكم كده، كنا بنقعد برضه مكان كده بنسمع نصايح الناس اللي سبقونا. التزامك، مجهودك، روحك العاليه، أدائك، تركيزك، الناس بتحس بيه. تحس أنت فعلا طلعت كل اللي عندك ولا أنت مقصر. وأنا أعتقد أن أنتوا دلوقتي كده بالوشوش اللي أنا شايفها دي كده أنتوا عايزين تطلعوا أقصى حاجة عندكم. ده اللي وده اللي إحنا منتظرين منكم إن شاء الله. مرة تانية ألف مبروك. دكتور سعد أنت عندك حاجة تانية يا ترتيبكم ايه يعني ترتيبكم ايه للموضوع؟ ودي يا جماعه بس هي حاجه بسيطه ديت بمناسبه الفوز ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه للانديه لكره اليد رجال موسم 2021. ده برضو الدكتور سعد مع مجلس الاداره فكروا ازاي يكون في تكريم للمناسبه دي تحتفظوا بيها في بيوتكم ان شاء الله. تاني بنشكركم على ادائكم، بنشكركم على روحكم، بنشكركم على التزامكم ومنتظرين منكم ان ده يبقى زياده ان شاء الله باذن الله. شكرا يا شباب. دي كانت كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في حفل تكريم فريق كره اليد اللي فاز ببطوله ابطال الكؤوس واللي قيمت في المغرب من يومين ثلاثه وانتهت احداثها من يومين ثلاثه. طبعا انا بس عايز انا اعلق سريعا على طبعا كلمه الكابتن محمود الخطيب انه طبعا في البدايه هنأ الفريق بالفوز وقال ان دورنا كمجلس اداره وتوفير الامكانيات ليكم عشان تقدروا تحققوا اكبر قدر من البطولات ويبقى تاريخ لينا. واللي اكد عليه كابتن محمود الخطيب في اغلب حواره انه هو والمجلس كامل بيؤمن بهذا الفريق وهذه المجموعه وامال كامل ووجود مجلس اداره بالكامل في هذا الحفل ده ليه دلاله ان مجلس اداره بالكامل بيدعم المجموعه سواء جهاز فني او لاعبين بشكل كبير جدا جدا. وقال لهم طبعا كالعاده كزي ما قال كابتن محمود الخطيب في كل حواراته او كل خطاباته ان خلاص نقفل الصفحه دي ونبص للي جاي. عندنا بطولات قويه جدا وطبعا اكيد بيشير او مقصود بكلامه ان شاء الله مباراه السوبر القادمه. وقال كمان على موضوع نسب المشاركه اللي هي احنا في النادي الاهلي بيبقى عندنا حاجه اسمها نسب المشاركه. نسب المشاركه ان انت ممكن لاعب يكون مصاب، ممكن لاعب الجهاز الفني ما شاركوش بنسبه معينه فبيضطر يخش في فئه معينه بعقده فبيحصل خصم معين. فكابتن محمود الخطيب بيقول هندرس هذا الكلام بحيث ان احنا نبقى نوع من انواع الدفع معنوي كبير جدا للاعبين لانه طبعا هم اكيد اللعيبه مش منتظره ده. ولكن دي حاجه كويسه ولفته جميله جدا من كابتن محمود الخطيب وده كان
طبعا كلمته اللي ألقاها النهارده. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع عشان نكمل كلامنا عن حفل التكريم النهارده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين طبعا تغطيتنا لحفل تكريم فريق كره اليد النهارده واللي كان في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واللي حضره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. وتشوفنا قبل طبعا الفاصل كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، خلينا نطلع عليه زميلنا كريم احمد ولقاءات مع مجموعه من اللاعبين، مع محسن رمضان وعبد الرحمن حميد واسلام حسن. نشوف اللقاءات دي وارجع لحضراتكم. بجد التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد بنبارك لنجوم كره اليد النادي الاهلي الحقيقه على المجهود الكبير اللي بذل خلال الايام الماضيه وحصولهم على البطوله الافريقيه اللي كانت غايه في الصعوبه، امور عديده جدا هنتكلم معاها طبعا مع واحد من نجوم والابطال اللي بنقول له الحمد لله على السلامه ولسه كمان منتظرين ان شاء الله. محسن رمضان الف سلام عليك، يمكن هي قضاء وقدر الحقيقه، يمكن الاصابات، لكن ايمانك ان شاء الله يكون قوي ربنا سبحانه وتعالى وترجع في اقرب وقت. طمنا على الاصابه وقول لنا الاصابه جت ازاي وترجع امتى محسن ان شاء الله. سلام بحضرتك طبعا وببارك للنادي الاهلي طبعا وجمهوره ومجلس اداره على البطوله الغاليه ديت كمان في اول الموسم، ولسه باذن الله عندنا خمس ست بطولات كمان باذن الله يكونوا موجودين في النادي الاهلي. وانا البطوله جت الاصابه جت لي في ماتش سيمي فاينال في اول 10 دقائق، وقعت على كوعي ولعبت كملت ال 50 دقيقه لعبت الماتش، وانا اصلا كنت عايز واجه ما كنتش عارف ولا اتني ولا في الكوعي، بس اتحملت يعني كملت على نفسي عشان الماتش كان صعب جدا بس. وبعد كده بقى رحت بعد المباراه عملت اشعه لقيت اللي هي فيها كسر، فلما جيت هنا مصر عملت اشعه ثانيه اللي هي مقطعيه شطان بس على الاصابه، بقيت الحمد لله مش محتاج عمليه وبس كسر باذن الله 3-4 اسابيع وبعد كده انزل باذن الله يعني. ان شاء الله ترجع بالسلامه. ولقطه مهمه جدا الحقيقه من مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، الكل كان متواجد الحقيقه، والتكريم سريع ودم بيبقى سريع بتنعكس عليكم بشكل كبير جدا، ومطالبين انتوا تحققوا بطولات. شايف التكريم ازاي النهارده؟ طبعا بنشكرهم طبعا، التكريم بالنسبه لنا كبير كمان اللي احنا عندنا كمان خمس ايام ماتش سوبرز دوت، فهي بطوله طبعا الحمد لله ونسيناها، وطبعا مجلس الاداره دايما في ظهرنا، لسه عندنا السوبر باذن الله حاجه مهمه لينا اللي احنا الجيل بتاعنا كله عمره مثلا 23 سنه هو هيبقى موجود في كاس عالم انديه، فطبعا حاجه كبيره بالنسبه لنا، فباذن الله اهم حاجه عندنا ماتش السوبر اللي جاي باذن الله. جمهور النادي الاهلي وراكم وهيفضل مدعمكم ومنتظر منكم الكتير جدا يا محسن، تقول لكل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا بنشكرهم طبعا، هم دايما في ظهرنا ودايما سبورت لنا ودايما بيشجعونا، فاحنا لسه هنديهم حاجات كتير باذن الله، باذن الله هم دايما عارف ان هم هيبقوا في ظهرنا، وباذن الله معانا في ماتش السوبر اللي جاي باذن الله. لا طبعا زي ما انت قلت هي بطوله كبيره وحاجه كبيره جدا لينا ان احنا اول ما نرجع ثاني يوم على طول كابتن محمود الخطيب يكرمنا اعضاء مجلس الاداره. لا احساس كويس بيدي دافع كبير للعيبه ان احنا نحقق تاني، لان احنا ان شاء الله كمان عندنا زي ما انت قلت ماتش مهم يوم الجمعه في السوبر الافريقي مع الزمالك يعني المنافس الرئيسي بتاعنا، فمهم جدا ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق السوبر كمان ونوصل كاس العالم انديه ونهدي البطوله دي كمان لكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره والجمهور ان شاء الله. يعني بتلاقي الدعم جاي من المجلس ومن الجمهور على ما اعتقد الفتره اللي جايه بتكون اصعب بالنسبه لكم، بتشوف دور جمهور النادي الاهلي معاكم ازاي؟ طبعا انت بعد بتشوف الاجواء دي كلها بتحس ان الحمل زاد عليك، ان انت محتاج تفرح ناس كتير قوي منهم يعني اعضاء مجلس الاداره الجمهور النادي نفسه بقيه الالعاب كل حاجه، طبعا يعني بيدي دافع وفي نفس الوقت حمل، بس ان شاء الله نقدر نكون قد الحمل اللي جاي ده، لان احنا خدنا بطوله من 6 والنادي الاهلي بينافس على كل البطولات، ان شاء الله نقدر نحقق السداسيه ونلعب كاس العالم انديه كمان ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الاول على المكسب، وده يبين مجلس الاداره من اول يوم، احنا من البطوله السنه اللي فاتت احنا قلنا ان مش غريب على النادي الاهلي ان هو يكرمك تاني يوم، دي حاجه كبيره. النادي الاهلي احنا عارفين النادي الاهلي غير، فده يعمل مدى انعكاس ان انت الاحترافيه بتاعت النادي الاهلي. بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على الدعم على طول في ظهرنا وعلى التكريم السريع ده، يدينا مسؤوليه اكبر، وان شاء الله احنا يعني انا شايف ان احنا في الطريق الصح. جيل جديد بيتبني، ان انت في اول سنه للجيل ده تاخد بطوله في الثانيه، فدي حاجه كبيره، وان شاء الله نقدر ان احنا يبقى السنين الجايه يبقى في احتكار البطولات ان شاء الله. من المميزات كمان يا كابتن اسلام التوليفه اللي متواجده والاعمار اللي متواجده الحقيقه فيها توازن كبير جدا، وعندنا امل كبير والجمهور عنده امل كبير ان الفتره الجايه تكون مختلفه بشكل كبير. شايف الفتره اللي جايه ازاي مع التوليفه المميزه مع كابتن طارق محمود؟ بص باين فعلا ان احنا عندنا لعيب 18 سنه وفي لعيبه 20 ولعيبه 23، فطبعا توليفه كويس مزيج من خبرات والشباب، ده بيميز اي فرقه بيبقى فيها خبرات وشباب، فده طبعا ميزه كبيره للفريق. الفتره الجايه انا شايف ان احنا طبعا في الطريق الصح انا شايف، لكن كله التوفيق بتاع ربنا. البطولات انت بتعمل اقصى حاجه عندك وبتعمل اقصى مجهود، لكن التوفيق في الاخر بتاع ربنا، احنا بنسعى وبنجتهد وان شاء الله يبقى توفيق من حظنا ان شاء الله. عندنا الفتره اللي جايه ممكن
كام يوم خلاص وعندنا مباراه مهمه جدا، لكن دور الجمهور مهم، ويمكن الجمهور الحقيقه بيساند وبيدعم بشكل كبير جدا، والفتره اللي جايه مهمه جدا لدور الجمهور ومعاكم انتوا كمان. شايف المباراه اللي جايه ازاي ودور الجمهور ومطلوب منه الفتره اللي جايه كابتن؟ بص يعني احنا قلنا على طول الهاندبول بتبقى الموضوع ان البطولات ورا بعض كتير، فما بتلحقش تفرح، بيبقى على طول ضغط طول الموسم. احنا عندنا تقريبا السنه دي ممكن يوصل 7 بطولات أو 8 بطولات، فمحتاجين دعم الجمهور فيهم، وان شاء الله نقدر ناخدهم كلهم، او على الاقل ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في اقصى حاجه نقدر ناخدها السنه دي، والجمهور يفرح معانا، وان شاء الله نشرف النادي الاهلي. حبيبك يا حبيبي، شكرا يا شكرا. دي كانت لقاءات طبعا كريم احمد مع مجموعه من اللاعبين، بس انا عايز اعلق على حاجه قالها اسلام حسن. اسلام حسن اتكلم على مهاب سعيد. مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي اللي نزل بديل لمحسن رمضان، مواليد 2003، يعني عنده 18 سنه، وخد بطوله العالم مع كابتن مجدي ابو المجد. واللاعب ده ليه اولا نزل في الفاينل عمل اداء هايل، وكان عنده ثقه بنفسه، ما كانش فيه اي خضه، فالحقيقه ابهرنا بمستواه حتى كابتن الفريق اشاد بيه. خلينا نطلع لقاءات تانية مع سالة حامد، مع عمر خالد كاستيلو، ولقاء ايضا مع عبد الرحمن فيصل. نشوف اللقاءات دي وارجع لحضراتكم تاني. طبعا في البدايه برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد متواجدين حاليا معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتحديد في قاعه فكري اباظه، وتكريم يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لجميع لاعبي النادي الاهلي، فريق طبعا الاول لكره اليد رجال والجهاز الفني بالكامل بعد الفوز والتتويج بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات واحد من نجوم فريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي، كابتن عبد الرحمن فيصل. كابتن عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني خليني طبعا في البدايه ابارك لك على فوزكم بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، وطبعا بعد تكريم كابتن خطيب ليكم وجميع مجلس اداره النادي الاهلي. الله يبارك فيك. اول حاجه الحمد لله على المكسب، دي اول بطوله لينا في الموسم، احنا تعبنا فيها الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل البطوله. طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره ان هم اول ما وصلنا على طول بعدها بيوم قدروا ان هم يجوا يكرمونا، دي حاجه طبعا تدينا حافز كبير جدا، بالذات اللي احنا عندنا بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، هي دي هتاهلنا كاس عالم انديه. اكيد احنا مركزين في البطوله دي، وان شاء الله نقدر نعمل اكتر حاجه ان احنا نوصل نكسبها ان شاء الله. يعني كابتن بقى خليني اروح معاك بقى للتكريم النهارده طبعا، وتكريم كابتن الخطيب ليكم وجميع مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا حاجه كبيره جدا وحاجه يمكن يعني تديكم دافع وتديكم طبعا يعني دافع ويعني اجواء ايجابيه شويه قبل المباراه. طبعا يمكن يعني الوقت ضيق ما بين بطوله كاس الكؤوس والسوبر الافريقي ان شاء الله امام الزمالك يوم الجمعه اللي جايه، فطبعا التكريم هيفرق معاكم، يعني كلمني عن احساسك طبعا بعد تكريم كابتن الخطيب ليك النهارده واداكم طبعا الهدايه التذكاريه. اكيد طبعا احنا عندنا بطوله كاس الكؤوس يوم الجمعه، يعني 3 4 ايام بالكتير تمرين وبعد كده البطوله، اكيد حاجه زي كده اديتنا دافع جامد جدا اللي احنا نقدر ان شاء الله اللي احنا نعمل ماتش كويس ونقدر نكسب البطوله ان شاء الله. طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب على الاستقبال اللي استقبلوا لنا والجائزه اللي اداها لنا، دي حاجه طبعا دي اتشرف بيها، وان شاء الله نقدر نبذل اقصى جهد اللي احنا نوصل ونكسب ان شاء الله سوبر افريقيا ان شاء الله. كابتن الخطيب طبعا اتكلم معاكم عن موقف بقى مباراه الدوري نهائي الدوري ما بينكم وبين نادي الزمالك، طبعا انتهت بالتعادل. يمكن اتكلم معاكم او المباراه طبعا اللي انتهت يعني بفوز نادي الزمالك ببطوله الدوري، يمكن اتكلم معاكم وكان واثق فيكم، كان في ثقه كبيره جدا فيكم ان انتوا ان شاء الله هتقدروا تفرحوا جماهير النادي الاهلي وتعوضوهم بدل بطوله الدوري، انتوا هتعوضوهم وتحصلوا على بقيه البطولات. اكيد طبعا احنا ماتش الدوري اللي خسرناه فرق جون في اخر لحظه، بعد الماتش على طول كابتن محمود الخطيب نزل لنا ارض الملعب ووقفنا وقرينا الفاتحه مع بعض وقال لنا انتوا هتقدروا تكسبوا ان شاء الله ماتش الكاس، واحنا فعلا يعني زي ما هو قال كده قدرنا نكسب ماتش الكاس، وهو وقفته عندنا دي حاجه كبيره جدا لما كابتن محمود الخطيب ينزل لنا الملعب يقف نقرا الفاتحه مع بعض ويتكلم معانا لو انتوا تقدروا، فاحنا فعلا ما قدرناش اللي احنا لا احنا لازم نكسب، قعدنا نتكلم مع بعض يا جماعه لا احنا لازم نكسب، قعدنا نذاكر الفرقه كويس اللي قدامنا فرقه الزمالك فرقه محترمه طبعا، قعدنا نذاكر والحمد لله قدرنا نكسب ماتش الكاس، فان شاء الله ان شاء الله ماتش السوبر هو ماتش برده مش سهل، ماتش صعب مع فرقه محترمه، احنا هنقدر نبذل اقصى جهد ان شاء الله ان احنا نكسب ان شاء الله ماتش الزمالك. بطوله افريقيا كانت بطوله مهمه جدا في بدايه موسم، بنجهز لها من فتره بقالنا شهرين ونص، انك تحقق بطوله قاريه في اول الموسم فدي بيديك حافز اكبر انك تكمل طول الموسم على بطولات. ان يجي التكريم من كابتن محمود الخطيب بالسرعه ديت، احنا لسه واصلين اول امبارح فالنهارده يبقى في تكريم بالسرعه ديت، فده يديك حافز ويشيلك مسؤوليه اكبر على الموسم اللي جاي. عندنا كمان 4 5 ايام بطوله ثانيه قاريه ثانيه، بطوله كبيره بتاهلنا لبطوله العالم للانديه، فطبيعي ان التكريم ده يحفزنا اكتر يشيلنا مسؤوليه اكتر فيبقى عندنا حافز يعني.
طبعا بقى يعني خلينا نروح بقى معاك لإحساسك بقى طبعا وكابتن الخطيب بينده اسمك وكابتن الخطيب اداك يعني هديه تذكاريه بعد تتويجكم بلقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. احكي لي بقى عن احساسك طبعا وكابتن الخطيب بيكرمك وطبعا بيقول لكم بيكلمكم يعني عن قد ايه هو فرحان ان انتوا قدرتوا تعوضوا وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي ببطوله كاس الكؤوس الافريقيه. طبعا دي مش اول قعده مع كابتن محمود. كابتن محمود نزل لنا بعد ماتش الدوري، دي كانت اول قعده يلمنا فيها بعد ماتش الدوري احنا خسرناه. تعهدنا ان احنا نوصل لاقصى جهد الفتره اللي بعديها، كسبنا بعديها بثلاث اربع ايام كان بطوله الكاس، اتكرمنا بعديها برضو بسرعه كان بعدها بيوم، فده كل ده حافز. النهارده كان تكريم بشكل خاص ان احنا بعد بطوله قاريه. كابتن حمود رمز كبير جدا، فان هو يكرمنا النهارده وان انا اخش اخد منه ده حاجه تذكاريه، فدي حاجه كبيره ليا وشرف ليا. احساسي ما يتوصفش، ربنا يكرم. هنتكرم تاني ان شاء الله بعد كل بطوله. ده التكريم كله بيبقى حافز لينا ان انا اجي اخش الاقي كابتن حمود الخطيب بيكرمني، فاكيد بيبقى في حافز جوه البطوله اللي انا لازم اكسب عشان اجي في يوم زي دوت اكون بتكرم. دي حاجات بتتحسب لي انا كانت في سجلي او في سي في ان انا يوم من الايام بتكرم من كابتن حمود الخطيب، فدي شرف ليا طبعا. طبعا فوزكم ببطوله كاس الكؤوس والتكريم النهارده من كابتن الخطيب يعني كل ده دعم كبير وبيحسسكم ان يعني انه ان شاء الله بطوله يوم الجمعه هتقدروا تفرحوا وتفوزوا وتتوجوا بيها وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. يعني نقدر نقول انه الوقت ضيق، مش يعني ما لحقتوش ان انتوا ترتاحوا بعد بطوله كاس الكؤوس، ولكن التكريم النهارده وفوزكم بالبطوله هيديكم دافع كبير جدا انتوا ان شاء الله تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. بالظبط، انت قلت كلمه مهمه جدا ان تكريم النهارده بيدينا حافز. عندنا بطوله كمان اربع خمس ايام، احنا ما لحقناش رايح. انا واحد من الناس ما لحقتش رايح مثلا غير يوم السفر، امبارح كنت شغال جلسات وحاجات عشان رجلي. لا الموضوع مش سهل خلاص، احنا النهارده مثلا بيبقى اخر يوم، مثلا مش اخر يوم، احنا النهارده نبدا تمرين خلاص، فامبارح كان اخر يوم في الفرحه او حاجه، النهارده بعد التكريم بنبدا التمرين، فخلاص الموضوع بدا في بطوله ثانيه، في تركيز ثاني، في مسؤوليه ثانيه، في كل حاجه. لازم يبقى عليك مسؤوليه انك تقدر تفرح جماهير نادي، ان ليك حق، ليها حق عليك انك لازم تفرحها، ان الناس كلها ليها حق عليك انك لازم تفرحها تبسطهم. بطولات قاريه، البطوله القاريه اللي جايه كمان اربع خمس ايام مع فريق نادي الزمالك، فريق محترم جدا، فانك تكسب بطوله قاريه من نادي الزمالك فدي حاجه كبيره بتفرح الناس كلها. ده شرف لينا طبعا في اي وقت في اي حاجه اللي احنا نكسب ونيجي نتكرم، فاكيد كل واحد بيبذل اقصى مجهود عشان نيجي نقعد هنا تاني ونتكرم هنا تاني، فاكيد لا الموضوع مش سهل ومش صعب، هو مسؤوليه على اكتر، وان هي كل واحد لازم يشيل مسؤوليه، وده طبيعي جوه النادي الاهلي انك لازم تشيل مسؤوليه، لو ما شلتش مسؤوليه ما تلعبش في النادي الاهلي. كابتن طيب يعني خليني بقى قبل ما اختم معاك اعرف بقى منك، طبعا كابتن طارق محروس يعني اداكم راحه بس لمده يوم بعد وصولكم هنا للقاهره، ان شاء الله بقى تستعدوا زي كابتن لمباراه السوبر يوم الجمعه. هو احنا خدنا امبارح راحه، عندنا تمرين النهارده، هنبدا بقى نستعد بقى بدنيا وفنيا تاني، هنبدا بقى نذاكر نستعد كويس اول ماتش الزمالك، نتفرج على فيلم الزمالك كتير، اكيد طبعا لازم نتفرج، لازم نعرف وممكن نتفرج على نفسنا نشوف اخطائنا ونعالجها، اكيد كان فيها اخطاء في البطوله فاتت، مفيش فرقه ما بتغلطش، فاكيد لازم هنعالجها ونقعد مع بعض، هنتمرن كويس جدا سواء بدنيا او فنيا في الملعب في الجيم، فالحاجات دي كلها هتساعدنا ان احنا نبقى واقفين على رجلينا كمان اربع خمس ايام. الحقيقه دي كانت لقاءات سالة حامد مع عمر، طبعا عمر خالد كاستيلو وعبد الرحمن فيصل، واضح التركيز، احنا مش هنتكلم كتير في الموضوع ده، ربنا يوفقهم، دعواتنا وقلوبنا معاهم ان شاء الله يوم الجمعه، يا رب يا رب تبقى الفرحه الكبيره ان شاء الله يوم الجمعه. من شويه ابتدى الاجتماع التنسيقي لمباراه السوبر بين الاهلي والزمالك بحضور كل الجهات المعنيه، حضر طبعا ممثل عن النادي الاهلي ونادي الزمالك، وطبعا المباراه تقام طبعا على صاله الدكتور حسن مصطفى دي 6 اكتوبر. مين اللي حضر الاجتماع؟ اللواء هشام عبد الغفار رئيس الاداره العامه لقطاع 6 اكتوبر بمديريه امن الجيزه، وإيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، وممثلين زي ما قلت لحضراتكم عن نادي الأهلي ونادي الزمالك، ومدير صالة الدكتور حسن مصطفى. الاجتماع ده هيناقش كل الأمور التنسيقية والأمنية الخاصة بالماتش وترتيبات كل فريق، بداية من دخوله للصالة وأثناء الماتش ومراسم تسليم الجواز والمغادرة بعد نهاية كل المراسم دي. الاجتماع الفني للماتش هيتعمل يوم الخميس الجاي الساعة 7:30 بالليل، وهيتسلم فيه القائمة النهائية لكل فريق، كل فريق هيسلم قائمته النهائية، لأن القائمة المبدئية هتتبعت النهاردة إن شاء الله بكرة بإذن الله، وكمان كل فريق هيسلم نتيجة المسحة أو كشف عن فيروس كورونا بإذن الله للجنة المنظمة. الأهلي هيتدرب يوم الخميس القادم على الصالة اللي هتلعب عليها الماتش من 5 لـ 6، وبعده هيتدرب الزمالك من الساعة 6:15 لـ 7:15، وزي ما قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت إن الماتش من غير جمهور، عدد 40 فرد فقط شامل أعضاء مجلس إدارة، يعني من النادي ده أعضاء مجلس إدارة 40 من النادي ده و40 من النادي ده، شامل أعضاء مجلس إدارة كلا النادي. هنروح لكرة السلة، كرة السلة في النادي الأهلي بتلعب بطولة المنطقة.
بطوله القاهره هتتلعب تصفيتها على صاله الامير عبد الله الفيصل. بكره عندنا اول ماتش مع مصر للبترول، ده هيكون اول ظهور للكوتش طبعا اجوستي، والاهلي معاه في المجموعه طلائع الجيش والمصريه للاتصالات ومصر البترول نادي القاهره الرياضي. انا بقى عايز اتكلم عن حاجه تخص كره السله ايضا. منذ قليل انتهت بطوله افريقيا لكره السله للمنتخبات، وفازت تونس على كوت ديفوار 75-78، الف مبروك للاشقاء التوانسه. الحقيقه خدت البطوله بدون ولا هزيمه، تونس فازت بالبطوله بدون ولا هزيمه، الف مليون مبروك. وبالمناسبه المدرب العام للفريق هو امين رزيق، لاعب النادي الاهلي السابق اللي كان محترف في صفوف النادي الاهلي، واللي انا لعبت معاه وشرفت ان انا لعبت معاه وحصلنا على بطوله الدوري مع بعض. وخليني اقول لكم انه برضو ايضا الاتحاد الافريقي لكره السله اعلن عن الترتيب النهائي للفرق. طبعا الفرق من 13 ل16 ما جابش عنهم سيره، ولكن اعلن عن طبعا الاول تونس، الثاني كوت ديفوار، الثالث السنغال، الرابع الراس الاخضر، الخامس جنوب السودان، ودي مفاجاه يعني كبيره جدا. جنوب السودان يمكن دي اول مشاركه ليها افريقيا تاخد الخامس. طيب انغولا السادس، اوغندا السابع، غينيا الثامن، نيجيريا التاسع، رواندا العاشر. في ثلاث دول من المنطقه الخامسه، رواندا وساوث افريكا وعندك جنوب السودان، كل دول من المنطقه الخامسه. طيب رواندا المركز العاشر، نيجيريا التاسع، رواندا العاشر، مصر ال11، مصر المركز ال11 للاسف، كينيا المركز ال12. فيعني نتمنى ان شاء الله ان مصر تحسن ترتيبها. مصر يعني ان شاء الله عندها من المواهب من اللاعبين ان احنا نقدر نحسن وضعنا بشكل كبير جدا. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده. عندنا الكره الطائره، المنتخبات خلاص ماشيه، منتخبات الطائره راحت تلعب في رواندا. رواندا عندهم صاله حلوه قوي بصراحه، يعني منتخبنا الوطني خماسي الاهلاوي طبعا في قائمه منتخبنا الوطني للكره الطائره، وصل العاصمه الروانديه كيجالي عشان يشارك بطوله افريقيا وتتلعب في الفتره من 7 ل 16 سبتمبر. النهارده بطوله افريقيا بتخلص في رواندا، بعد بكره بطوله الكره الطائره هتبتدي. المنتخب بيضم في صفوفه خمس لاعبين من النادي الاهلي: احمد سعيد، عبد الحليم عيب، فهيم عبو، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد سعودي. منتخبنا عمل مسح الحمد لله وجت سلبيه، والفرقه بتتدرب دلوقتي هناك، وتمرينه بكره هتكون الساعه 3 العصر اكيد على الملعب اللي شفتوه من شويه بتاع بطوله افريقيا، والقرعه هتتعمل بكره برضو عشان افتتاح البطوله هيكون يوم الثلاثاء الجاي. كل التوفيق في ظل غياب كبير، في غيابات كثيره جدا جدا في المنتخب، على راسهم طبعا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسن يوسف، وتقريبا لاعب النادي الزمالك اللي احترف بره هيكل برضو. كل اللاعبين دول للاسف هيغيبوا عن منتخب مصر. منتخب مصر عنده 8 القاب اخرهم سنه 2015، والمنافس تونس عندها 10 القاب. كل توفيق لمنتخب مصر. خلينا نروح لتنس الطاوله. النادي الاهلي الحقيقه داعم قوي جدا لمنتخبات تنس الطاوله، ابتدي بالرجال، هبتدي بالسيدات، انا اسف، ثلاثي لاعبات الاهلي طبعا شاركوا بشكل كبير في حصول المنتخب على بطوله افريقيا. منتخبنا الوطني للسيدات تنس الطاوله توج بطوله افريقيا وتتلعب في الكاميرون، اللي اتلعبت الفتره من او بتتلعب من 1 ل 7 سبتمبر اللي احنا فيه. منتخبنا بيضم ثلاث لاعبات من الاهلي، هم التوأم مروه وريم مريم الهضيبي اللي كانوا ضيوفنا من اسبوع، ودي صورتهم، والصاعده بقوه هنا جوده. لاعيبه الاهلي دايما بيكونوا هم الركيزه لكل المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب. هنروح بقى طبعا دينا مشرف، اصلا المحترفه في فرنسا، هي اصلا ابنه النادي الاهلي ولكن هي محترفه. يعني اربع لاعبات من النادي الاهلي بيشاركوا في منتخب مصر تنس الطاوله. الحقيقه حقق انتصار كبير جدا، يمكن ماتش النهائي كان ماتش قوي جدا مع نيجيريا. الولاد او الرجال برضو نفس الكلام، خمس لعيبه من عندنا الحمد لله بيشاركوا مع المنتخب: عمر عصر، محمد البالي، خالد عصر، محمد شومان، شادي مجدي. استطعنا الحمد لله ان احنا نفوز على نيجيريا في ماتش صعب جدا 3-2، وكان ماراثوني بشكل كبير. نخسر جيم هم يخسروا يكسبونا، نخسر يعني الموضوع كان ماشي رايح جاي لغايه ما اتحسن في النهايه. المنتخب لسه عنده لعب شغال دلوقتي في منافسات الزوجي والفردي، المنتخبات خلصت لسه زوجي وفردي، ونتابع اخبارهم وهنجيبهم لحضراتكم اول باول. طيب هنروح للخبر اللي بعد كده. طيب الخبر اللي بعد كده، النهارده كان يوم ممتلئ بالاحداث داخل النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب استقبل وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل النهارده الظهر وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسه الاسباني انطونيو سيبنيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الاسيوي، والدكتور ابراهيم قناس نائب رئيس الاتحاد الدولي ايضا ورئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب اسيا، وبشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر الابيض المتوسط، ومحمد الظهراوي
رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائبه حسام عجور وعبد الفتاح النجار والمدير التنفيذي لمنتخب مصر والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. طب ليه زاروا النادي الاهلي؟ لان النادي الاهلي قلعه كبيره جدا للكاراتيه في العالم، وخرج طبعا جانا فاروق نجمتنا اللي حصلت على اول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه، اول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه حصلت عليها جانا فاروق، ومهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي كان بطل عالم في الكاراتيه. فطبعا كانوا جايين النهارده يزوروا القلعه الكبيره دي ويشوفوها اللي سمعوا عنها كبير كتير. كابتن محمود الخطيب رحب بالوفد ده واكد ان النادي الاهلي دوره هو دعم المنتخبات الوطنيه خلاص، واللي اتكلم مؤخرا بتتويج جانا فاروق نجمه النادي الاهلي ببرونزيه اولمبياد طوكيو، ودي كانت اول ميداليه مصريه وعربيه افريقيه في التاريخ بالنسبه للعبة الكاراتيه. يمكن بعديها جت طبعا فريال اشرف. ومن ناحيه تانية بقى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وهو بطل العالم السابق وكل الحضور عارفينه، وخدوا جوله تفقديه وكانوا سعداء جدا بالامر ده، وقالوا انهم فخورين بزياره النادي الاهلي صاحب الرياده العالميه والعربيه والافريقيه، وتصوروا مع دولاب بطولات النادي الاهلي التاريخي. طيب هنروح بقى لبطوله العالم للدرجات اللي شغاله دلوقتي، او طبعا مشاركه عدد كبير جدا 74 دوله. اللي هقوله لكم الخبر اللي هقوله لكم ده هو ده من احد المكاسب الرهيبه جدا 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 لاي بطوله عالميه بتنظم على ارض مصر، جولات سياحيه لوفود المشاركه ببطوله العالم للدرجات. اللجنه العليا المنظمه لبطوله العالم لناشئي الدرجات للمدمار برئاسه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدرجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي نظم زياره للاعيبه، ودي صور للاعيبه والحكام والمسؤولين عن المنتخبات المشاركه في البطوله لابرز الاماكن السياحيه في مصر بالتنسيق مع وزاره السياحه. ليه حضراتكم شايفينه ده احد القوه الناعمه للرياضه؟ الوفد زار عده اماكن سياحيه في مصر، زار الاهرامات وبالهول وبنورما حرم اكتوبر عشان يتعرفوا على معالم ورموز مصر السياحيه، ودي حاجه من اهم اللقطات اللي بيرجع بيها الرياضيين لبلدهم. خلي بالك واقول لكم الرياضيين دول بيرجعوا بلدهم طبعا بيشوفوا او بيتباهوا بهذه الصور، زائد السوشيال ميديا، كل الابطال دلوقتي دول حطوا صورهم على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تويتر كل فيسبوك كل يعني صورهم دي نزلت، دي اكبر دعايه لمصر في كل مكان في العالم، وهي دي القوه الناعمه للرياضه اللي دايما بنقول ان الرياضه. وفي طفره كبيره جدا حاصله هتواكب ان شاء الله الطفره الكبيره في الاستضافه، طفره فنيه وايضا طفره انشائيه في مجال السياحه. وطبعا اغلب اعضاء الوفد كانوا حريصين على التقاط صور تذكاريه زي ما قلنا لحضراتكم في ورينا حضراتكم في الصور. هنخش على اخر خبر، اتحاد الكاراتيه عمل لفته جميله جدا كرم ابطاله الاولمبيين. اتحاد الكاراتيه برئاسه الكابتن محمد الدهراوي عمل حفل تكريم على هامش بطوله البريمير ليج الدوليه واللي بتتلعب هنا في مصر في الفتره من 3 ل 5، وده طبعا دكتور اشرف صبحي موجود في التكريم، ودي يعني هديه من رئيس الاتحاد الدولي كان بيقدمها طبعا للدوله المصريه. التكريم ده حصل للاعيبه اللي شاركت في الاولمبيات واللي جه على راسهم جانا فاروق بطله النادي الاهلي والمتواجه بمدينه برونزيه وفريال اشرف ايضا، ومعاهم لعيبه ثانيه زي علي الصاوي ورضوى السيد لعيبه المنتخب واللي شاركوا في الاولمبيات. التكريم ده طبعا حضروا ناس كتير زي ما قلت لحضراتكم، على راسهم دكتور اشرف صبحي والاسباني انطونيو سيبنوس رئيس الاتحاد الدولي للعبه. البطوله اللي مقامه في مصر دي بيشارك فيها 247 لاعب ولاعبه من 50 دوله، زي ما قلت لحضراتكم هو ده المكسب الحقيقي ان الناس كلها تعرف اللي بيحصل في مصر. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الحفل، تعالوا نشوف وارجع لحضراتكم تاني ونطلع لفاصل بعد التقرير عشان نستقبل ضيوفنا الكابتن ياسر ابو الفتوح محمود وليد مؤمن طارق خيري. الحمد لله يعني مصر بدعم القيادة السياسية أصبحت هب أو مركز لاستضافة البطولات الدولية بطولات العالم من ضمنها البريمير ليج أو بطولة الدوري العالمي. ده شيء يعني جميل، لكن الأجمل النهاردة أن أولادنا كلهم كده يحسوا بهذا التكريم، وكمان في هذا التكريم مستحقاتهم المالية الحمد لله النهاردة كمان خدوها بشكل سريع، هم وكل يعني زمايلهم اللي تفوقوا. وبكره ان شاء الله هتبدا البعثات البارا اولمبيك ان هي تبقى موجوده ونستقبلها ونقول لهم متشكرين على جهدكم واللي انتم عملتوه. ان شاء الله الجميع يكون يعني باريس 2024 في استعداد تام اللي هنبدا ليه بشكل سريع وبشكل كبير باذن الله. اكيد على طول وبشكل سريع، يعني احنا على طول كان الاول وصولهم كان في قرار من مجلس الوزراء بزياده كمان
يعني التحفيز، والحمد لله بإجراءاتنا لازم نبعته للاتحادات. الحاجات دي كلها كانت سريعة لأن لازم اللاعب كل حاجة بتتغير يعني، والرياضة في مصر الجديدة بتتغير، وده يعني لازم يكون موجود التحفيز والعمل والتخطيط عشان تكون منظومة العمل كلها إن شاء الله بنجاح، والمنظومة الرياضية تكون أحسن الفترة القادمة إن شاء الله. والله انا لما بتسال السؤال ده بقول ان الاولمبيكس دي ما كانتش نتيجه اخر 5 سنين من ساعه ريو لحد طوكيو، دي تعب 20 سنه من ساعه ما بدات العب كاراتيه. عديت بحاجات كتير قوي قوي، التمارين كانت قاسيه جدا جدا، اصابات كتير، ناس بتحاول تهدمك، ناس بتحاول توقعك، ناس بتحاول تهز ثقتك في نفسك، وعديت بلحظات حلوه كتير، كان فيها انتصارات وكان فيها بطولات، كان فيها دعم من الناس اللي بتحبني ونفسها ان انا انجح، ويعني يمكن الحمد لله ربنا في الاخر توج ده بميداليه اولمبيه ورضاني برده ورجعني مجبوره الخاطر. يعني خلال البطوله هناك يمكن ماتش السيمي فاينل والظلم التحكيمي اللي حصل في ماتش السيمي فاينل اللي ادى ان انا ما قدرتش ان انا انافس على ذهب وبرونز، بس يعني يمكن ردود افعال المصريين وتعليقاتهم ان هم شايفيني ذهب وان هم شافوا قد ايه انا انظلمت في الماتش ده، يمكن ده اللي هداني شويه. ويعني زي ما بيقولوا الميداليه الاولمبيه ملهاش لون، هي في الاول في اخر هو انجاز اولمبي. سعيده جدا جدا باللي انا عملته الحمد لله. طبعا كواليس كانت متلخبطه شويه، كان قبل البطوله، بس الحمد لله انا قدرت ان انا افصل قبل البطوله بيومين، فصلت عن السوشيال ميديا خالص، سبت الموبايل بمعنى اصح، كانش معايا غير الناس اللي فعلا بثق فيهم وهم واثقين فيا لابعد الحدود، اللي ادوني كل السبورت سواء بقى مدربيني، اصحابي، اسرتي. طبعا يعني صراحه انا كنت اللود الطبيعي للبطوله، ما كنتش حاسه ان انا عليا ضغط كبير، لا بالعكس كنت حاسه ان انا نازله العب باريحيه، مفيش اظبط عليا، ده كان مريحني مخليني ان انا اقدر انزل الملعب قد ما كانش فيه اي لود عليا. وعمدا في الاول وفي الاخر كنت بفكر ان انا انزل العب باسم يليق باسم مصر، النتيجه دي في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، الحمد لله ربنا كرمني في الاخر وقدرت ان انا اوصل للسيمي فاينل اولا. بعد السيمي فاينل انا بقيت بلعب باريحيه اكتر، انا معايا ميداليه فانا عايزه اكمل، انا عايزه اوصل لحلمي اللي انا جايه عشانه، والحمد لله بعد السيمي فاينل وصلت الفاينل. بعد الفاينل مش شايفه فعلا حاجه في ساعه الفاينل، مش شايفه حاجه غير الجولد. طبعا بعد ما خلصت الماتش اللي هو ده خلاص، خلصت البطوله، خلصت حلمك اللي انت جايه وعماله تديله بقالك كتير جدا، خلصتيه ووصلتي دي، ما كنتش لسه مصدقه قوي، حسيت اللي هو انا خلاص بجد خلصت، لا يعني كان احساس طبعا غير عادي، سعاده كبيره جدا ليا. بعد البطولة بقى خصوصا لما رجعت هنا مصر واستقبال المطار واستقبال المنطقة عندي، كان طبعا أنا كنتش متوقعة العدد ده كله، كان عدد كبير جدا، حسيت فعلا الفرحة في كل في عيون كل الناس اللي قابلتني، فعلا الناس فرحانة من قلبها، وخصوصا كمان لما الناس بتقابلني وتحكي لي اللي هم كانوا قد إيه متابعيني وأنا هناك، كانوا كل الناس قاعدة بتدعي لي، فعلا شعب مصر شعب جميل، بيحب الفرحة، ما بيصدق فعلا حاجة تفرحه، الحمد لله اللي أنا قدرت لو أكون بسبب بسيط اللي أنا أفرح الشعب المصري. يعني أهلا بحضراتكم من جديد. بعيد برضو كلامي اللي قلته في مقدمة الحلقة، إن أكبر إنجاز تم في تاريخ كرة السلة المصرية على مستوى كل نشاط الاتحاد الدولي هو الإنجاز اللي تم من حوالي أسبوع أو 10 أيام، منتخب الشباب 3-3 فاز برابع العالم، وده إنجاز كبير، وقلنا كده في الإنترو بتاعنا. النهاردة هيكون معنا أبطالنا اللي مثلونا هناك والحقيقة اللي رفعوا راسنا بشكل كبير. معنا النهاردة كابتن ياسر أبو الفتوح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني فريق الشباب بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن ياسر، واكيد طبعا مدير فني الفريق 3-3 اللي شارك في بطوله العالم. الحمد لله، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، مبروك لكل المصريين، وحابب اقول لك متشكر جدا لقناه النادي الاهلي ان هي
كانت سباقة في بالاحتفال بينا كأفراد بعثة موجودين، مثل كنا بنمثل النادي الأهلي عن طريق المنتخب. دي حاجة شرف لينا ان احنا موجودين. ده حقك يا كابتن، ده انجاز كبير وهنفضل دايما ابدا فاكرينه، لان الحقيقة يعني قليل في كرة السلة لينا انجازات عالمية، بس انت الحمد لله كتبت اسمك من ده في هذا الانجاز. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا يا رب. رحب نجم الفريق واللي ما شاء الله اللاعب الصاعد الواعد من ناشئين نادي الاهلي النادي الاهلي، وكان نجم في هذه البطوله ايضا، مؤمن طارق خير. اهلا بك يا مؤمن. اهلا بيك يا كابتن. مبروك وانجاز كبير، اكيد 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 سعيد. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. الاول احنا تعبنا جدا عشان نوصل لحاجه من الحاجات دي، خصوصا ان احنا كجيل، الجيل بتاعنا احنا كان في 5 أو 6 في منتخب 5 على 5، وكسبنا بطوله افريقيا وعملنا فيها ارقام جميله، بس ربنا يعني ما اكرمناش وما رحناش كاس عالم. ف يعني هي تعوضت لنا لما رحنا نلعب كاس عام 3 على 3، والحمد لله عرفنا يعني بشغل كابتن ياسر وبتعب اللي تعبنا معاه نحقق حاجه الحمد لله. اكيد، والف مبروك. خلينا عملنا تقرير اعزائي المشاهدين عن هذا الانجاز الكبير، نشوفوا التقرير ده وجه لحضراتكم. نجح المنتخب الوطني لشباب كرة السلة 3-3 في تحقيق إنجاز تاريخي بعد الحصول على المركز الرابع في بطولة العالم، والتي أقيمت بمدينة دبرتسن المجرية خلال الفترة من 24 وحتى 29 من أغسطس الماضي. وقدم أحفاد الفراعنة أداء رائعا خلال البطولة العالمية، واستطاعوا الفوز في 5 لقاءات من أصل 7 خاضوها بنسبة فوز 71%، كما سجلوا 112 نقطة بواقع 16 نقطة في اللقاء. وتصدر أبناء النيل المجموعة الثالثة بعد الفوز على رومانيا في مستهل اللقاءات بنتيجة 18-12، وعقبه الفوز على منتخب بيلاروسيا بنتيجة 20-17، قبل أن يختتموا دور المجموعات بالفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 13-10. واستطاع منتخب الشباب المصري التغلب على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 21-16 في منافسات دور ربع نهائي، ولكن لم يحالفهم التوفيق أمام منتخب إستونيا ليخسروا بنتيجة 16-11. وأخيرا كانت الخسارة أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة 21-9 في مباراة تحديد المركزين 3 والـ4، بالرغم من فوز منتخبنا عليه في دور المجموعات. وأظهر لاعبو مصر مهارات رائعة وقدرات خاصة خلال البطولة، تلقوا عليها إشادة كبيرة من جميع المشاركين والمتابعين للبطولة المونديالية. ومثل المنتخب المصري في البطولة الثلاثي الأهلاوي مؤمن طارق خيري، محمود وليد، عبد الله ناصر، إضافة إلى أحمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتينج، وذلك تحت القيادة الفنية للكابتن ياسر أبو الفتوح المدير الفني للفريق. اهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن ياسر. اكيد بطوله مش سهله، اكيد كمان انتوا كنتوا رايحين يعني على المجهول، ما فيش يعني كل طوله بذات الشباب والناشئين بتروح كل سنه تلاقي لعيبه جداد ومنتخبات جديده واشكال جديده، اتعاملت ازاي مع البطوله يا كابتن ياسر؟ والله بص، هو يعني كان في حصل الاول ايفنت اتعمل من قبل اتحاد السله تحت رعايه كابتن رحاب الغنام، الانتقاء طبعا اللعيبه عشان يبقى طبعًا الانتقاء عادل، في انت بتمثل مصر ومنتخب مصر لازم يبقى في فرص لجميع الناس متساويه. وبعد الايفنت دوت اخترنا مجموعه من الناس، بعد كده اتعمل معسكر مفتوح. بعد المعسكر المفتوح ده قعدنا برضو في معسكر مغلق حوالي 10 أيام، ومن خلالها بدانا نحط ايدينا على اللعيبه اللي هتسافر معانا في كاس العالم. بحياديه تامه، بعيد عن النادي الاهلي، بعيد عن نادي الزمالك، بعيد عن اي نادي، اي انتماءات. انت شفت الانتماءات ده منتخب مصر اللي بيمثل مصر. مش معنى وجود 3 لعيبه من النادي الاهلي معناها ان اللعيبه الثانيه لا، ما فيش، لا، دول احسن 3 لعيبه موجودين، بالاضافه الى ياسر، احمد ياسر ريحان سبورتنج، اضافه قويه جدا للمنتخب. وحابب اشكر قبل ما يخلص يعني الكلام بتاعي ينتهي كابتن رحاب الغنام، ما سابتش البعثه تقريبا يوميا كل يوم معانا حتى واحنا في المجر. كابتن طلبه بيتصل بينا، كابتن مجدي ابو فريخ، كابتن محمد مسلحي، تقريبا كلهم بيحاولوا يشدوا من ازرنا. الموضوع كان في البدايه يعني داخلين على
نمط جديد وكومبيتيشن جديد في الرياضه. خدنا الموضوع ستيب باي ستيب. كل ماتش اعمل اجتماع مع الولاد بنحط اسس هنعمل الماتش دوت ايه والماتش اللي بعده ايه. نخلص من الماتش الاولاني نبتدي نفكر في اللي بعده واللي بعده واللي بعده لغايه ما ربنا كرمنا وصلنا دور الثمانيه وهنا بدانا قصه ثانيه خالص. صحيح صحيح صحيح. وخليني اقول لك برضو يا مؤمن انت ليك خبره مع 3-3 يعني انت لما رحت يعني انا ما حسيتش ان انت حاسس بمشكله يعني بتقدر تلعب وحافظ القوانين والسرعه اصل هي ليها رد فعل مختلف يمكن ده كان صحيح. هو يعني انا شاركت في بطولات 3-3 بتعمل في مصر زمان كتير يعني لعبت حوالي 7 مرات كنت كسبان منهم 6 فكنت اتعودت على الجو بتاعها كتير قوي ومع 5-5 فدي يعني مع بعض الاثنين فادوني في اللعب. الفرق ما بين الاثنين كان حاجات الناس هتشوفها بسيطه بس هي حاجات زي ايه يا كابتن؟ السفاره هناك مختلفه عن السفاره في 5-5 الموضوع هناك مختلف يعني السفاره مختلفه يعني وضح للمشاهد اللي يعني الباقه عزيزه على الحكم شويه يعني ما بيتصفرش غير لما يبقى الفاول ممكن يعني يبقى فاول 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 تعويره اللي هو يعني انت بتتعور عشان تاخد لازم تجيب دم عشان يصفر حاجات كده فكانت السفاره بتبقى تقيله شويه يعني ما بيصفرش وخلاص بيبقى اللعب طف اكتر اجريسيف الناس يعني بتنتهز فرصه ان الحكام سفارتها بتتاخر كتير كان ان انا هلطش ايد ده او هخبط ايد ده كده بس يعني. اكيد انتوا عملتوا نفس الكلام احنا استغلنا بس كسبنا اول ماتش فهمنا فنزلنا بقى بنلعب بالصفاره على الصفاره بالظبط لقينا بنلعب زينا زي الفرق الثانيه احنا داخلين نلعب اجريسيف اكتر منكم وعايزين نكسب فالدنيا كانت بالنسبه لنا جميله. جينا يوم ماتش استونيا كان ده ماتش التالت والرابع الماتش لا قبل النهائي قبل النهائي كان الموضوع فيه ارهاق اكتر حسيتكم تعبانين احنا يعني كان الموضوع فيه تعب اكتر لان انت بتلعب ماتشين في اليوم والماتشين هم ال10 دقائق دول الموضوع متعب مش 10 دقائق كابتن هيثم بس هو احنا كانت ماتشاتنا تقريبا كلها بالليل ففجأة استونيا لعبت الصبح لا فجأة جه ميعاد الورلد تور اللي هم هيتلعب اللي هم الهواة اللي بيلعبوا 3-3 فبدأوا يعدلوا المواعيد احنا مواعيدنا بقت الصبح احنا لعبنا ماتش كازاخستان بتاع دور الثمانية الساعة 9 الصبح الساعة البيولوجية اختلفت في 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 وقت راحتك وقت راحتك أقل جدا فده أثر بالسلب طبعا في الأدوار يعني في الدور السيمي فاينل إن احنا لعبنا ده كان ماتش إيه يا كابتن استونيا لا ده ماتش إيه ده ده كازاخستان دور الثمانية كازاخستان دور الثمانية كان ماتش واضح القوة حتى البدنية يعني بصوا يا جماعة حتى كازاخستان بطل العالم النسخة اللي فاتت عرفتنا من كأس العالم ما شاء الله يعني وطلعناها فدي طبعا حاجة يعني بصراحة الولاد أدوا أنا بصراحة فخور جدا بيهم وأنت كان عندك مشكلة كمان يا كابتن في البطولة دي احنا واخدين في 5-5 إن في كوتش واقف بره لا احنا كنا احنا الكوتشات الكوتش كان بيديهم تعليمات وبتمشي أنا أقول لك أنا أقول لك كابتن كنت بتتعاملوا زي مع الوضع ده هو احنا عملنا رولز من أول المعسكر إن في ليدر اثنين ليدر في الملعب مين ومين؟ مؤمن خيري واحمد ياسر ريحان احمد ياسر ريحان هايل لعيب انا احييه جدا على مجهوده وحاوله لعيب كويس عالي قوي في الملعب والاتليتيك بتاعه عالي محترم جدا لعيب ومميز جدا في وهو مش موجود من فراغ في المنتخب يعني بص الضرب لا يا جماعه عيدوا الكره ثاني بص التلطيش بص التلطيش الموضوع كان صعب لا تصدق فعلا الكره دي ما سافرتش فاول يعني لا فانت عندك اثنين ليدر بقى كان احمد يعني هم في الميتنج اللي قبل الماتش بيبقى عارفين هنلاعب مين مثلا احنا ظروف الماتش احنا بنقولها وهم بينفذوها لوحدهم في الملعب هي دي اصعب حاجه في الموضوع وطبعا مع الزائي من بره دي قصه ثانيه خالص يعني عشان انت كنت تبقى قاعد في الملعب يا كابتن يعني تقريبا في السايد الشمال منهم يعني قاعد في المدرجات عادي المدرجات وما ينفعش احنا لو بصينا له بناخد تكنيكال فاول ممكن تضطرب كلاعب اصلا عامل زي السكواش كده لا بدات اتكلم بالمصري عشان خاطر هو واحنا بنسمع ما بتبصلوش يعني خش اطلع شوط لا يعني سي مثلا صوب. في بليز انا اقوله بالمصري حتى اخترنا كل العابنا باللغه بالايجيبشن باللغه المصريه ما هو كابتن مصري برضو مصري محدش يغلبه يا كابتن المصري بص يعني انتوا عملتوا حاجه حلوه قوي عملتوا مصطلحات مصريه عملنا العاب باسامي مصريه بحيث ان اللي قصادنا حتى ما يفهمهاش يعني حتى لو قلت 2 او 5 او اي حاجه
ما خلاص دي مفهومه يعني معروفه الناس دي لغه ثابته عندهم. فبدانا نتكلم باللغه العربيه اغلب الحاجات، وحتى لو في محتاج منهم اي حاجه في الملعب كان في. طب كنت بتنفعل حتى تسقف على كرة بتاعه ولا مالكش في الكلام ده؟ طبعا مصر انت بتتكلم باسم مصر يا كابتن هيثم، ده زي النادي الاهلي. الموضوع كانك انت بتتخيل يعني الاثنين واحد. ما انت لعبت منتخب مصر جبت نجم كبير يعني، ومؤمن انت لعبت منتخب مصر واخد احسن لعيب في افريقيا كذا 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 بطوله يعني، انتوا الاثنين ما شاء الله بتمثلوا اسم مصر. طب قول لي انت حسيت يا مؤمن برضو انا ليه احنا برضو يا كابتن يعني ايه اللعيبه الشباب متابعين السوشيال ميديا شفت المتابعه كانت عامله ازاي؟ لا الموضوع كان جميل يعني هو بيخلي الواحد عايز يعمل حاجه اكتر، اللي هو الناس بتتفرج ليه ما نفرحش الناس بتتفرج ونخليهم مبسوطين ونحاول نعمل حاجه اكتر. فكان الموضوع ده اللي مساعدنا ان احنا كنا عايزين نوصل دور الثمانيه، عايزين نلعب نكسب كاس عالم، ليه ما نكسبش كاس عالم؟ بس اقول لك على حاجه، الموضوع مش صعب. انا وجهه نظري انتوا خدتوا ميداليه والله العظيم، اللي يوصل قبل نهائي كانوا خد ميداليه، واكيد ده شعورك. والله بص انا اقول لك على حاجه، هي يعني سبحان الله يعني هي قدر الله وما شاء فعل. هو كانت مكتوبه صحيح قبل ما نسافر ان احنا نظهر، الاولاد عملوا عليهم واكتر من بكتير قوي، كانوا محاربين. انا في رايي مش لعبه باسكت، لان 3-3 لعبه فايتنج جامد جدا لسه على الموضوع لسه يعني اكتر من ال 5-5 اللي احنا بنلعبها في مصر، اسرع كمان من ال 5-5 في الملعب اسرع. انت الكره ما بتلحقش سواب للكره، لان انت 12 ثانيه بس، انت الهجمه 12 ثانيه بس، الهجمه 12 ثانيه لازم تخلص بسرعه 10 دقايق راح فين. لا مميته. بس انا عايز اسالك بقى سؤال يا مون، بابا كان بيكلمك؟ كابتن طارق خيري طبعا من النادي الاهلي وسابق يعني، كان بيكلمك ولا خلاص هو اداك لكابتن ياسر زميل الملاعب؟ خلي بالك كابتن ياسر انا عارف كتير قعدنا مع بعض كتير يعني، ف كلمك؟ كلمني طبعا هناك، وكان الكلام ان انتوا ماشيين كويس فكملوا، انتوا الموضوع مش صعب زي ما انتوا فاكرين، طول ما انتوا مصدقين ان انتوا هتعملوا حاجه هتعملوا. فده كان الكلام. وبصراحه بكلمك فنيا في حاجات؟ قول ما تكسفش كابتن ياسر مش هقول حاجه يعني. لا هو عارف، هو لما كلمني طلعت قلت له ان هو بيكلمني في حاجات يعني بيقول لي على كل حاجه يعني. لا انا احنا تيم يعني. بس انت ما كنتش بتزعل يعني من طارق بيكلم؟ ما دي الروح. ما انت خلي بالك انت وطارق خير سنين طويله مع بعض، الكوتش زي بابا بالظبط يعني، هو بيتعامل معايا بنفس الطريقه، ما فيش اختلاف، نفس التهذيب الزاويه مش اي اختلاف. كابتن ياسر تسمح لي بس انا عاوز اتفضل يا كابتن، في واحد لازم اشكره، كابتن احمد جمعه. طبعا ده مدرب في نادي سبورتنج، كان معانا في بعثة ماسك فريق المنتخب البنات، هو بصراحة روحه عالية جدا، ساعدنا كتير قوي في البطولة، وساعدني أنا كمدرب كمان، وكان لي لمسات معانا فنية. راجل أنا بشكره من خلال قناة النادي الأهلي على مجهوده معانا، حاجة أنا بجد راجل فاهم وبيعمل، أتشرف إن أنا كنت مع هذا الرجل. قلبه على مصر بطريقة غير طبيعية، و وهمه خلاص خلص فرقته وماتشاته، مهم ان احنا كمان نعدي الليفل اللي احنا وصلنا له، عاوزين نوصل اعلى. هو كان ليه دور معايا كبير برضو، انا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي. واحنا كمان تحياتي كابتن احمد جمعه، وتحياتي لكابتن رحاب على مجهوده المسؤول بتاع مسبوق يعني منها يعني مجهود جامد جدا. طب خلينا ارجع لك برضو مؤمن، اكيد الانجاز ده طمعك يعني، انت حسيت ان نقدر طبعا يعني. احنا طبعا كلنا زعلانين ان مصر خدت المركز ال11 في بطوله افريقيا، طبعا الاتحاد الافريقي اعلن النهارده، فاكيد احنا زعلانين. بس انتوا كجيل طالع مصدقين ده، ان احنا مش بس عايزين بطوله افريقيا، لا ده احنا تونس النهارده بتاخد بطوله افريقيا وما شاء الله شكلها فريق اوروبي. هل نقدر انتوا كشباب تحققوا لنا الحلم ان احنا نطلع العالميه؟ نقدر يا كوتش، هو ما فيش حاجه صعبه، بس طول ما انت قريب من ربنا وبتشتغل، طول ما انت ربنا هيكرمك وشغلك هتلاقيه في الملعب. انما ما ينفعش يبقى مش شغال وعايز اكسب، ده شيء مش منطقي. لعيبه الدرجه الاولى كلهم لعيبه كبار، يعني حظهم كان وحش، في لعيبه اتصابت، في يابا مين مناخيره كان جاله شرخ في الانف قبل البطوله، ولعب وهو مصاب ومن غير الماسك، وانس اسامه اتصاب في اول ماتش او ثاني ماتش. عمرو الجندي كان عامل بطوله مش سيئه، بس يعني هم ربنا يعني انتوا كشباب مصدقين انتوا مصدقين، واحنا بنقعد نتفرج عليهم نتعلم نتعلم منهم كتير يعني. بصراحه هم بالنسبه لنا لا، بس خلي بالك يا كابتن، انا طبعا كل الاحترام لكل اللعيبه، انا طبعا دي حاجه جيده، وهو المسؤوليه مش مسؤوليه لاعبين بس، في اعداد وفي حاجات المفروض تبقى موجوده مع اللعيبه، ولكن انا قصدي على الروح، ان احنا شايفين اليد بيروح بطولاتهم مش رايح داخل، انا داخل الثمانيه، فانا عايز يبقى ده شعورنا احنا نقدر، واحنا روحنا كويسه مع بعض يعني من بدري يعني. احنا اول منتخب دخلناه كنا دخلناه مع الدكتور رفيق،
وده ده يعني ده حاجه حظنا حلو فيها ان احنا بدانا اول منتخب بينا مع الراجل ده، لان هو علمنا حاجات كتير قوي. واولهم هي الروح، ان احنا لازم تبقى روحنا ان احنا وحده واحده، ان احنا مفيش فرق ما بيننا وما بين بعض، كله كويس، لازم كله يلعب عشان نكسب وعشان تبقى مصدق انت رايح تعمل ايه. كله بيشتغل وانت مسافر او رايح الحته اللي انت تلعب فيها ايا كانت فين، والبطوله اللي انت تلعبها انت مصدق انك هتعرف تكسبها عادي. مفيش فرق اجمد منك، كله في الملعب 5 على 5 او 3 على 3، انت في كل الاحوال كل واحد قدامه واحد، فانت مفيش حد زياده عن التاني في دراع او في، انتوا الاثنين نفس الشيء، عندي ايد وعندي رجل، بالظبط الاثنين نفس الشيء. أي. فانت لازم تبقى مصدق انك رايح تكسب. فده اللي كان كابتن ياسر بيشتغل عليه معانا في الاول يعني. برافو عليك. وخليني اقول لك كابتن ان كابتن ياسر بقى السنه دي سنه سعيده عليك صح ولا لا؟ الحمد لله وفضل الله يعني الله. سنه 2021 دي ستظل تذكرها بفضل الله. اولا مع النادي الاهلي كنت موفق جدا مع فرقتك 18 سنه، خدت بطولتين ما شاء الله صح، انا مذاكر كويس اثنين والمنطقه وجمهوريه، والحمد لله طلعت مع منتخب 3 على 3 لا وجمهوريه كمان وجمهوريه كمان الجمهوريه اللي كانت في مع لحمه الموسم القديم بالظبط معلش معلش عدها لي يا كابتن. والقاهره برضو والقاهره برضو انا بقول لك. وبعد كده دخلت الحمد لله على ايه، على المنتخب 3 على 3، وكانت اول تجربه ليك كرجل اول، فطبعا سنه سعيده عليك. بص انا اقول لك على حاجه، قبل كل شيء ده فضل من ربنا عليا والحمد لله والشكر لله يعني. انت ما عليك ان انت بتجتهد، بتحط اللعيب على اول الطريق وتبدا تتابع معاه نقطه نقطه، وبتحاول دايما تبوشتهم ان هو يطلع لقدام بالاحسن. الحاجه الجميله في الاجيال الجيلين اللي انا مرتهم اللي هو جيل 2002 و2003 و2001 هم عطشانين بكل حاجه، عندهم ثقه في نفسهم يعني هم اللي بيتكلموا. انا اسمح لي يا كابتن، عندنا بنيه تحتيه في النادي الاهلي ثروه كبيره جدا في قاعده الناشئين، وان شاء الله مش هيتم التفريط في اي لاعب ان شاء الله. ان شاء الله انا متاكد من كده ان شاء الله، واعتقد ان شاء الله المستقبل النادي الاهلي لو الامور يعني اتجهت ان احنا برضو نعتمد على ناشئيننا، اللي احنا عندنا ناشئين على اعلى مستوى، بدليل ان احنا 70-80% من البطولات في المرحله ديت احنا واخدينها كل البطولات. نعم صحيح. فعندنا كوادر قويه جدا في الناشئين تقدر تحقق حاجات كثيره جدا. مؤمن مين مسك الاعلى؟ ما تقوليش بابا، حد تاني. تقوليش حد تاني. لا هو يعني ما فيش حد معين، انا بقعد بصراحه بقعد اتفرج عليهم كلهم لان هم كلهم لعيبه كبار. يعني في الاهلي هم كتير يعني ابو النصر، عمرو الجندي، الجمال، ايهاب امين، مدير جرحي، يعني كل الجردات بقعد اخد من كل حد فيهم حاجه بحاول اتعلم منهم. بس يعني انا من زمان يعني من فتره مش من زمان قوي، بس انا بسمع عن كابتن اسماعيل احمد كتير قوي. شفته السنه اول مره اتفرج عليه. ف 45 سنه وبيعمل مجهود ده وبيلعب بالطريقه دي. فبصراحه هو 45 سنه زيه او 45 سنه مش اتمنى هيثم لعب معايا، اسماعيل احمد لعب معايا انا وهيثم. لا انا اول مره اتفرج عليه، انا بحبه جدا بصراحه يعني، بحب اقعد اتفرج عليه وبحب اقعد اتعلم منه برضه. بس ده مركز وانت مركز ثاني خالص. بس انت كله بيتعلم من بعض. برافو عليك، كله بيتعلم من بعض. طب قول لي مؤمن طموحاتك ايه؟ خلينا خلي بالك انا احب اسال اللعيبه الصغيرين يعني. سيف كان معايا كيدار وكان معايا مجموعه من اللاعبين، بحب كل لاعب يبقى معايا اساله طموحاتك ايه عشان بعد 4-5 سنين نبقى نجيبها لك على التلفزيون ونقول لك طموحاتك ايه كده. هو الطموح الاول انك تطلع درجه اولى النادي الاهلي، تحقق كل حاجه ويعني تحتكر البطولات. يعني انا شايف ان احنا نقدر نعمل كده، الموضوع مش صعب، معانا احسن لعيبه في مصر في الدرجه الاولى ومعانا احسن ناشئين في مصر، فالاثنين لما يلعبوا يعني يبقوا مع بعض وكله بيتعلم من بعضه هنعرف ما نخسرش حاجه. ده بيبقى الطموح الاولاني. الطموح الثاني انك تبقى حاجات بقى ليك انت شخصيه، تبقى احسن لاعب بقى يعني حاجات كده، بيبقى الموضوع صعب ومحتاج شغل بس انت بتحاول تكملها يعني. الدنيا عليك. يعني انت هدفك مش بعيدة. جماعي مع النادي بتاعك وهدف طبعاً. فردي ليك وده حق شرعي لاي لاعب يعني. مؤمن انا بشكرك، لازم نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنستقبل كابتن ياسر طبعا، نكمل معانا هنستقبل نجم الفريق اللي طبعا كان مشارك بشكل كبير محمود وليد. هنطلع لفاصل عشان نستقبل محمود وليد. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بمحمود وليد نجم الفريق ونجم النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي والفريق الاول اللي انضمنا في الاستوديو. اهلا بيك. منورنا. الاول مبروك على الانجاز الكبير، حاجه جميله تشرف. هسالك سؤال واحد ما سالتوش عن الموت، وانت رايح راكب الطياره هنا وبتربط حزام الامان عشان طيارين، فكرت ان احنا ممكن نوصل قبل النهائي؟ والله احنا الكوتش قال لنا من واحنا رايحين مفيش حاجه مستحيل،
احنا ما فكرناش في نص النهائي حتى، احنا كنا بنفكر في اعلى من كده بس يعني الكوتش طبعا هو اللي كان حاطط الفكره دي في دماغنا ان احنا ممكن نعمل اي حاجه، مفيش حاجه مستحيل يعني. ف بس يعني الحمد لله احنا تعبنا يعني والحمد لله يعني انت وانت رايح انتوا رايحين عشان الانجاز ما جاش من فراغ. احنا كنا عاملين حسابنا على الاقل اللي هو نعمل حاجه اللي هو ما اتعملتش اللي هو ده اللي كان في دماغنا. طبعا احنا وصل فاينل وكده دي بعد لما وصلنا طبعا سيمي فاينل وبتاع، قلنا خلاص ممكن مفيش حاجه مستحيله، ليه ما نوصلش فاينل وليه ما نكسبش، ليه مفيش حاجه مستحيله ما دام احنا وصلنا للسيمي فاينل ليه يعني ليه ما نكسبش. طب قول لي هل البطوله دي فيها القاب شخصيه حصلت يعني مثلا احسن لاعب احسن حاجه ولا كان فيها حاجات كان فيها كان فيها وخلينا اقول انه كان حامل اللقب كازاخستان زي ما انت قلت قبل كده وانت نازل بتلعب دور الثمانيه ضد كازاخستان، انا هركز على الماتش ده مش هنخرج براه. الماتش ده بطل عالم سابق وانتوا بتلعبوا معاه في دور الثمانيه، للاسف بتصطدموا بيه في دور الثمانيه، عملتوا ايه؟ احنا بصراحه يعني احنا داخلين طبعا كنا طبعا سيمي فاينل وبتاع والسوري كوارتر فاينل كان كوارتر فاينل وكده، فبرضه كان عليها ضغط كل الناس اتفرجتوا عليها اتفرجتوا على اللعيبه دي طبعا اتفرجنا وطبعا كابتن احمد جمعه عمل سكاوتنج كان فرق ده الماتش يا كابتن ولا لا مش هو بيلاروس ماشي ده بيلاروس. طب قول معايا يا كابتن، طب اتفضل قول عملتوا ايه. كابتن احمد جمعه طبعا فصص لكم اللعيبه طبعا جاب كل اللعيب وكل ميزه لكل واحد فيهم وطبعا احنا وطبعا كابتن ياسر قال لنا المفروض نعمله اللي هو طبعا ان هو ازاي نوقف كده وازاي نوقف كده وبتاع، شرح لكم كل حاجه والحمد لله يعني دخلنا ونفذنا يعني والحمد لله. ده ماتش دور الثمانيه اللي هو كازاخستان ده ماتش ده كان اكتر لعيب فيهم اني واحد يا كابتن كان اللي هو اللي هو 21 ده كان شويت 21 ده كان جامد كان هو اللي كان ماسك عبد الله النصر هو الاكاديميس ماتش دي. طب قول لي يا كابتن اتعاملت مع الماتش ازاي يا كابتن ياسر بقى كابتن؟ والله انا هقول لك على حاجه، انا يعني قارنت العناصر اللي موجوده معايا كلعيبه وامكانيات قصاد فرقه كازاخستان لقيت ان احنا تحت الباسكت الجيم لازم يخلص تحت الباسكت انسايد عشان عبد الله وكمان لعبتنا بيعمل تحت الحلقه وهو مؤدي بطوله كويسه وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا غير ان احنا عندنا محمود وليد كمان درايفر جامد عالي جدا بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه الاهل يا رب وللنادي ومؤمن عنده شوطه 3 بونت يعني نسبه عاليه جدا واحمد ياسر ريحان فالتيم كان يعني انت شفت ان احنا انديفيدوال احسن احنا ونقلت ده للعيبه انا قبل البطوله قعدنا نتفرج بص الروح يا كابتن بص الروح لا رجعوا لي اللقطه دي تاني يا جماعه معلش الله اكبر عليهم يعني الاربع لعيبه دول حتى بالبنات اللي كانوا موجودين معانا انت اللي هم كانوا معانا بيشاركوا في نفس البطوله روحهم عاليه جدا كانوا واقفين ورا الولاد بطريقه غير طبيعيه ولادنا باسم مصر دي حاجه كبيره كلنا جدا كلنا مصر يا جماعه فاحنا كان عند من الاول كنا شايفين اللعيبه احنا هنقدر نعمل ايه وهم عندي لعيبه الاربع لعيبه انت مش اتضربت يا محمود في الكره دي ما خدتش غير فاولين في البطوله كلها لا ده ناقص بقى يعني انا شايف كل الضرب فيك يعني كره زي الدب او خد لك كتفين على كوع والله العظيم ده حاجه مأساة لا فهم لا الاولاد عندي الله اكبر عليهم يعني امكانياتهم البدنيه والمهاريه والاعداد بتاعهم كان كويس انا عرفت انتوا كسبتوا لك الثقه فيهم ثقتك فيهم نقلتها لهم وخليتهم يصدقوا هم على قدر من المسؤوليه بصراحه يعني انا اذا كنت نجحت فنجحت بيهم ربنا يكرمك كلام جميل جدا وروح جميله يعني. وخلينا اجي لك بقى محمود في حته بقى مهمه الدرجه الاولى انا حضرت لكم تمرين اول امبارح كنتوا بتفرموا في بعض طبعا الفريق كله طبعا السنه دي كله عايز ياخد البطوله طبعا ويعوض السنه اللي فاتت فكله غالل من الاول طبعا عشان يعني اللي هو ان شاء الله يعني ان هو نحسن شكلنا عن السنه اللي فاتت انت مع الجهاز الفني الجديد طبعا مستر اجوستي ولسه هو متولي المسؤوليه الجديده حاسس بايه في التمرين يعني قول لي ايه الجديد اللي انت حاسه او اللي انت حاسه مختلف شويه هو طبعا احنا بنتدرب يعني بنتمرن عادي وكلنا كويسين وهو طبعا كابتن اجوستي يعني ما شاء الله يعني برده دماغه في الباسكت كويسه جدا وبس يعني فاحنا برضو بنتعب يعني وان شاء الله السنه اللي فاتت تتعوض يعني اكيد ان شاء الله ومعانا على التليفون احد نجوم الفريق واللي كابتن ياسر ابو الفتوح الحقيقه شكر فيه جدا والحقيقه واحنا كان نفسنا يبقى معانا بس هو في اسكندريه طبعا مع اسرته معانا احمد ياسر ريحان احد نجوم هذا الفريق اهلا بيك يا احمد الو احمد الو ايوه اهلا وسهلا تعالى يا احمد مش معانا الو
هلو. ايوه احمد ازيك، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني عايز اقول لك اديت اداء رائع يا احمد، وكنا نتمنى تكون معانا النهارده يعني، بس الحقيقه بنوجه لك انا من قناه نادي الاهلي كل التحيه، وبنقول لك الف مليون مبروك يا احمد. شكرا والله، الله يبارك فيك، نفسي ابقى معاكم برده النهارده. طب يعني روحكم كانت حلوه يا ابو حميد، وكان يعني في ترابط وتلاحم بينكم من بعض، كلمني عن الروح، وكان ليه الروح دي ليها دور في الانجاز الكبير اللي عملتوه ولا لا يا احمد؟ طبعا الروح كان ليها دور كبير جدا، احنا الفرقه دي مع بعض من ايام منتخب ال 16 يعني بتاع كاسب افريقيا، فاحنا بقالنا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني. وخليني اقول لك يعني وانت رايح، يعني يمكن سالت محمود وليد نفس الكلام وسالت مؤمن، وانت بتركب الطياره يا ابو حميد كنت عندك يعني احساس او عندك رؤيه ان احنا ممكن نوصل للي احنا وصلنا له في البطوله دي يا ابو حميد؟ والله انا شايف ان احنا كلنا كنا شايفين ان احنا نوصل حاجه كبيره قوي، كنا نفسنا ناخد اول ونوصل، وكنا التارجت بتاعنا دايما ان احنا نوصل للفاينل، بس قدر الله ما شاء فعل يعني، بس خدنا رابع برضه. عايز اقول لك لا ده انجاز كبير، اوعى تستقل باللي انت عملته ده انت طبعا. كل مصر فرحانه باللي انتوا عملتوه يا حبيبي. طبعا. وعايز اقول لك كمان انه انتوا الجديد فيكم يا ابو حميد ان انتوا عايزين، يعني انا اللهجه دي واللغه دي يعني عجباني فيكم يعني، فحافظوا عليها يا ابو حميد. ان شاء الله طبعا. طب قول لي يا ابو حميد انت يعني طموحاتك ايه في القادم؟ يعني انت بتلعب طبعا في نادي سبورتنج المحترم اللي خرج لعيبه كتيره كويسه ولعيبه منتخبات مصر، طموحاتك ايه يا ابو حميد؟ نفسي طبعا السنه دي نعمل حاجه في الدوري ان شاء الله في نادي سبورتنج، ويعني ان شاء الله احلامي كبيره شويه ان انا اتاخد ان شاء الله في منتخب الدرجه الاولى. بس الكبير بيحلم احلام كبيره يا ابو حميد، فانت لاعب كبير واكيد احلامك كبيره، يعني مش لاعب كبير في السن، لاعب كبير في الفنيات طبعا، المستقبل قدامك والعمر قدامك ان شاء الله يا ابو حميد. طب قول لي يعني مين ماسك الاعلى، عايز تبقى زي مين يا ابو حميد؟ والله يعني زي كابتن احمد منير مثلا، طبعا ايقونه كبيره في نادي طبعا كبيرة. طبعا اسطوره كبيره ولعبت معاه الحقيقه، ومن احد اللاعبين طبعا المميزين، ان شاء الله تبقى زيه واحسن، واكيد هو يتمنى لك كل الخير يا ابو حميد ان شاء الله. احمد ياسر ريحان لاعب نادي سبورتنج ولاعب المنتخب 3-3، بشكرك شكرا جزيلا. محمود يمكن اجي لك، الروح حلوه ويعني ما شاء الله، وفي طموحات وبتتكلم يعني كلكم بتتكلموا نفس اللهجه، في اراده يا كابتن ياسر، نفس اللهجه، في اراده يا كابتن. في الاراده دي حاجه صعب تلاقيها في اللعيب بسهوله يعني. دي نمط تاني في التفكير في الرياضه، ان انت ما عندك اراده ان انت تحقق حاجه مستحيله عمرك ما كنت تقدر توصل لها وصلت لها، او على الاقل حاولت توصل لها. يكفيك شرف المحاوله يعني، ان انت توصل للنقطه دي انت ده مش شرف المحاوله يا كابتن، ده تأثير رائع. انا بكلمك نجاح يعني كبير. انا بتكلم على يعني التحدي النفسي اللي هم كانوا فيه، انا بشفق عليهم كمان يعني. انا كمدرب، انا قبل الماتش السيمي فاينال انا قاعد لكم في عونهم، هم هيعملوا ايه؟ هم برضه طبعا انت بتتكلم في 18 سنه يا كابتن عايز، يعني ما بالك 18 سنه دي يعني برضو حته مش كبير في السن عشان يبقى لسه خبراته هم، لا بس هم عندهم خبرات، لا كباسكت بول خبرات مواقف انه يلعب قبل نهائي بطوله العالم، لا سبيريت دي محتاجه بقى طبيب نفسي يقعدك ويحطك على اول الطريق، هي دي الحاجات اللي هي. طب خليني بقى كابتن نروح للمواقف الطريفه بقى اللي الجمهور بيحبها. محمود بقى سيبك من كوتش قاعد، اديني موقف طريف حصل كده بس، بص افتح لي قلبك هات لي من جوه. الكابتن عارف هتقول ايه؟ قول كده. لا معلش، لما ما سلمتش على الراجل الاسرائيلي ولا لا لا مش قصدي على دي، انا قصدي على الموقف كوميدي. لا موقف كوميدي يعني مثلا حاجه حصلت كوميديه، حاجه حصلت بتاع يعني، قول لي مثلا انت بعيد عن الماتشات، بعيد عن الماتشات. حصل حاجات كتير يعني، بس انا مثلا احنا كنا يعني كنت قاعدين في اوتيل، كان بعيد الاوتيل، كان لا كان ربع ساعه 10 دقائق بس يعني احنا ما كنا كوش كان معانا في الاوضه طول اليوم يعني، ما كناش بنعمل حاجه. رحت اشتريتوا حاجه، عملتوا حاجه، موقف طريف حصل في الاوتوبيس وانتوا رايحين؟ طب قول يا كابتن ياسر، قول يا كابتن. هم مثلا راحوا بعد الماتش ما خلص بتاعنا، فهم كان قعدنا بقى طول النهار في الملعب طبعا، فرجعوا فطبعا هم طلبوا بيتزا، فعلى كل طلب بيتزا بيج وطلب سمول، هم اكتشفوا ان الاحجام اللي موجوده في اوروبا غير الاحجام بتاعتنا، فتقريبا البيتزا هي طبعا جايه كبيره قد كده، فالراجل السواق
مستغرب ان احنا طالعين بالحجم ده وهنضرب ده ازاي الباص. فهو خايف انها ما تخشش، فهو قاعد يساعدنا، فالناس قاعده تضحك يعني. هو الاحجام البيتزا هناك كبيره، بيج يعني. احنا عندنا الكبيره والكبت واحد قد ديب واحد يعني، فضربنا على السايز المصري. هم بصراحه لطاف جدا ويعني كانوا اسره بصراحه. يعني هم والبنات على قدر من المسؤوليه. انا يعني بصراحه قلت لهم انا فخور بيكم ان انا قاعد في وسطكم، وانتم فعلا حاجه مشرفه جدا. بس عايز اقول لك كابتن، انا كان السفر معاك وانا بلعب، واحنا مسافر مع بعض في المنتخبات، كان السفر معاك حلو. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل لقائنا مع طبعا رابع العالم 3-3 كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. محمود، اجيلك السنه الجايه ان شاء الله. انت تصعدت سيف كابتن اشرف توفيق صعدك واعتمد عليك انت ومجموعه كبيره، سواء مؤمن انت، عمرو زهران، مالك ابو الفتوح، اعتمد برضو على كمان عبد الله ناصر. انتوا السنه دي اكيد هتاخدوا خطوه قدام، جاهز ان انت تشيل مع الدرجه الاولى؟ جاهز لده؟ طبعا يعني هدي اقصى حاجه عندي طبعا، والكوتش هو اللي يشوف الموضوع ده. يعني لو اديت اقصى حاجه طبعا الكوتش بيدي اللي يتعب، وان شاء الله يعني لو جات لي الفرصه يعني احاول امسك فيها مستنيها. ان شاء الله مستنيها طبعا ان شاء الله. خلي بالك دي مهمه يعني، اللاعب لما يبقى نفسيا مستني الفرصه عشان ياكلها. انت جاهز لده؟ طبعا. انت هادي على فكره بشكل كبير، انا في الملعب مبقاش فاهمك، انت هادي قوي. بس انا هو عنيف من جوه. ايوه لا عنيف، هو هادي من بره بس هو فايت جدا في الملعب. أيوة بس فايتر هو جدا هو في الملعب. هو فايتر بس هو بره الملعب بتحس ان هو يعني اول مره اتكلم معاك. بس انا من اللعيبه اللي بحبهم يعني. انا من اللعيبه اللي بحبهم ليه؟ لان انت لعيبه، انا بحب اللعيبه اللي بيلعبوا قوه. ما عادش في مجال لا، محمود كان مؤثر جدا معنا في ال 3-3 بصراحه. انا شايفه عمال يطلع لا بجد والله يعني الضرب بتاعه وعمال يعني عنده روح المحارب طول الوقت يعني في كل كوره، ودي حاجه كويسه جدا للعيب يعني في البوزيشن بتاعه. يعني اعتقد ان دي طب شايف يا كابتن اللعيبه دي تلعب في الدرجه الاولى دلوقتي؟ الثلاثه اللي كانوا موجودين طبعا مع المجموعه اللي موجوده معاهم دي ما اقدرش انا يعني لا يعني عندهم الامكانيات، مش قصدي فنيه، مؤهلين. انا احترمك جدا في ردك لان طبعا انت فنيه مش هتدخل، لكن انا قصدي فنيه هم مؤهلين اللي هم مؤهلين. هو ده سؤال بس كده بس دي ترجع على رؤيه طبعا الجهاز الفني. احنا بنقول يعني طبعًا. ان الولاد دول خلاص استووا يعني، انا قصدي من وجهه نظرك راجل. خلي بالك البطوله ديت اللي هم لعبوها اللي هي 3-3 دي، هيرجعوا اي خبط واي رزع فيهم مش هيحسوا بيهم. الاتليتيك بتاع اوروبا الاوروبيان اعلى مننا بكتير. محمود بيضحك. لا هو جاي راجع يعني كل حتى جسمه بتوجعه طبعا ضرب وتلطيش. تاني دي برضه خبرات. بعد كده اشوفك بتعترض على الكفاره بتصفرلك. انا بقول لك اهو كابتن ياسر هيقول لك افتكر. انا قلت له الكلام ده في مصر، قلت له خلي بالك انت هتروح هناك وهيحصل كذا وكذا. حصل كلامي ولا لا؟ حصل. مفيش السفاره دي مش موجوده بيطلعها. بص يا كابتن صوره زي دي، بص ايد المدافع فين. لا دي ده اكتر من كده يعني. انت ممكن تشوف تيشيرت بيتشد بس مفيش سفاره. يا خبر ابيض يا جماعه، ده حاجه يعني جو جديد. انا نفسي ما كنتش اقدر العب في حاجه زي كده. لا هتصدم يعني هتصدم. بس خد بالك انا بشوفكم في الملعب بتلعبوا 3-3 كتير قبل التمرين. قبل التمرين بتشوفكم بتهزروا وبتاع. دي برده دي خبرات برده. خلي بس دي رولز. بس برده الرولز برده مختلفه جدا. بس سيبك من الرولز، الجو اللي انت بشوفك انت ومؤمن مقسمين وبيجيب معاكم عبد الله ناصر وتقعدوا تهزروا وعبد الله يطلع شوط انت بونت. بشوفكم في الملعب بتعملوا كده. فده اداكم برده خبرات. يعني بنعرف نلعب يعني 3-3 يعني. بالظبط يعني انتوا واخدين من النادي برده شويه خبرات. وانت من ولاد النادي الاهلي يا محمود. يعني من الاول صغرك المدارس البدايه يعني ميدين اهلي بيور، ما جتش من نادي تاني ولا اي حاجه. انا بسالك، انا طبعا عارف بس لازم الساده المشاهدين. طب قول لي بقى مين اللي تعب معاك اكتر، بابا ولا ماما في قصتك دي؟ والله الاثنين يا محمود. والله الاثنين بيتعبوا معايا جدا والله. ما كنتش عارف اعمل اي حاجه من غيرهم طبعا والله. بس يعني هم ادوني كل حاجه يعني الحمد لله. ووفروا له كل حاجه مش ادوا له كل حاجه. في اختلاف في اللي وفروا لي. خلي بالك محمود ده اول زوري اعلامي، فطبعا معذور يعني ويطلعوا حاجات. طب يعني كان هم الاثنين بيجوا معاك التمرين ولا ممكن ماما اكتر بابا؟ هم كانوا يعني موضوع التمرين ده كانوا بيجوا وانا صغير، بس هم خلاص يعني انا اللي هم خلاص اللي هو انا المفروض خلاص كبرت يعني اللي هو اعتمد على نفسي مش محتاج يعني. طب وانت ليك اخوات بيلعبوا باسكت؟ لا ماليش اخوات. ليا اخويا صغير مالك في المدارس الاهلي دلوقتي. بس صغير في سن كبير ما شاء الله. شايفك بقى بتاخده معاد بتعلمه وبتاع. ساعات بقى ساعات باخد العب معاه وبتاع. انت في سنه كام يعني؟ انا دلوقتي اولى جامعه. طالع اولى جامعه. طالع اولى جامعه. خلصت ثانويه عامه؟ طالع اولى جامعه. خلاص دخلت بقى لمرحله الجامعه. خلاص بقى يا باشا تعالى بقى على على بقى الجامعه والشغل كله. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. ان شاء الله كابتن ياسر،
قبل ما يعني طبعا ما ننهي حلقتنا لازم اسالك انت كمان طموحاتك ايه؟ يا ساتر ايه السكوت ده كله كده؟ بص هو الطموح يعني بالنسبه لي ان انا ابقى مدرب في ليفل اعلى من اللي انا فيه، ومش مستعجل ان انا اخد حاجه كبيره ولا اي حاجه. بالعكس انا طول ما بشوف حد زي محمود ومؤمن وعبد الله بيتحسنوا يبقى انا ده درجه من درجات النجاح بتاعي. اتمنى طبعا الواحد يبقى في حته احسن من كده شويه، فده توفيق عند ربنا. كل خير يا كابتن، نجم كبير ولاعب ومدرب. انا بشكرك كمان على اللقاء يعني وقناه النادي الاهلي على تكريمهم لينا وللعيبه، ودي حاجه شرف لينا وسام على صدرنا. شكرا على واجب يا كابتن. انتوا اصحاب الفرح، وانتوا اللي فرحتونا وعملتوا انجاز كبير. كابتن ياسر فتوح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك ونورتنا وشرفتنا. اشكرك كابتن ياسر. محمود وليد طبعا نجم مصر والناشئ الصاعد الواعد، وبتمنى لك كل التوفيق ونشوفك السنه دي ان شاء الله مع الدرجه ان شاء الله. شكرا كابتن، نورتنا وشرفتنا. اعزائي المشاهدين، ده كان انفرادنا كبرنامج الابطال، ان احنا ابرزنا هذا الانجاز الكبير ويستحق المزيد والمزيد. والنادي الاهلي دائما ابدا بيقدم كوادر كبيره لمنتخبات مصر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.